غغ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 
او لصالح تبائره. دابا غنكونوا موعد مع لا جيم الثاني اللي غادي تكون ما بين ستارتست جيمينغ او اوراكل اي سبورتس. اوراكل اي سبورتس اللي هما الثانيين في ستاندينغز جو بونس, هما الثانيين بنفس السكور مع الريفنج و شنو سميتو ستارتست جيمينغ. صراحه ما عقلتش بالضبط, نقدروا نشوفوا ستاندينغز واحد دقيقه مستر ريجي عاود نشوفو ستانديكس دبلوك لوجيست ليك زيد وين للصالح ديالها. وراك اي سبورتس فعلا هما الثانيين وستاردست جيمنج هما السادسين. الى ربحوا هاد لا جيم جوبونس ستاردست جيمنج خصهم يكونوا مر 50 وي خصهم يكونوا مر 50 الى زادوا جيم وحده دابا ربحوها غادي يطلعوا جوبونس المركز الخامس ولا الرابع, يعني سيل ا جود جيم. ماشي شي فرق كبير ما بين لي دو تيم, باقي بيناتهم وين واحد ويتعادلوا في السكور ديال لي. شنو كيبان لك انت شنو الترقبات ديالك سيكبو على هاد لا جيم هادي اس دي جي اغانست اوراكل؟ اوراكل ديجا شايفين اش كدير في او سي, دايره خدمه مزيانه ديجا في المركز الثاني. اس دي جي هاد الساعه عليك في المركز الخامس, هي قدمات واحد لي جيم زوينين ما تالاكي ما تقدرش تفوق فيهم. سو هاد الجيمات اللي غادي يكون بين تو تيمز غتكون جيم زوينه فور شور بين ديال لي تيم. And good luck. The better team and better draft and better execution wins. دابا الدويشه على الدرافت ستيك بوي لي دو تيم دابا اون برو درافت كيديروا الدرافت ديالهم دقائق معدوده وغادي نبداو زعما غادي نشوفوا الدرافت ديال لي دو زيكيب وشنو مجدي لينا اليوم في هاد السهره هادو. قبل ما نتسناو نشوفوا الروستر ديال لي دو تيم. عندنا دابا الروستر ديال ستارتست جيمنج, عندنا فيوري في التوب لين, دارك في جانجل, ماجيك ميد لين, ادميرال و اكزور في البوت لين. وغادي نشوفوا دابا حتى الدرافت ولا الكومب ديال اوراكل اي سبورتس. نخليك انت تدوي عليها الصديق سيك بوي, وتحيه للصديق ديالي ديما زيكو البوغوس. ثانك يو. سو دوز دابا الروستر ديال غنشوف الروستر ديال اوراك. Alright, نسينا ولا ما يجي. So ديجا وقلنا ديجا الروستر ديالهم اللي معروف ديجا بإيستون ديس بس هذا خذي لي اكفيل فور يو اللي هو a close friend of mine. So for sure هذه تكون هي هذه هي غير ولا قاعد تغير. yeah, كاين واحد تغير في ديس فيتاس غادي تدخل فيه سوتورا في توب لين في جي طورا. yes so غادي نشوفو فيه سوتورا في توب لين إيستون في جانجل ساي في ميد لين وفي ادي سي سيبو ديالو. Yes, I can mango. I prefer you. I prefer you with Zwin film. Prefer you, صاحبي. شيء لاز ديال لي بوز. نتمنى انهم بحال البوز ديالو زوينه بحال الجيم بلاي ديالو ان جيم فهاد لا جيم هادي اللي غادي تكون ما بينو وما بين سادس جيمين. واش صاحب فور ديس جيم شنو التوقعات ديالك؟ شوفوا نديرو حنا توقعات قبل لا جيم قبل الدرافت ونشوفوا توقعات مورا الدرافت. شكون اللي كترجح انت غادي كتقول انه غادي يربح هاد لا جيم ولا غيسيطر امو على لا جيم؟ لا تي بي ال ربحوا بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الجيم اللي قبل. تي بي ال ربحوا صراحه ات واز نوت ا هارد جيم فور ديم. واحد 25-26 مينوت سالوا لا جيم تيبيكال تي بي ال في الاورنج اي سبورتس تشامبيون. يس الى تزان كيسول ديما سو يا تربحات سو الى ربحات تي بي ال غادي تخسر صوف فور شو. لا ماشي صوف اللي خسروا, تي بي ال اللي ربحوا. بيان سور. Alright, so and the forecast in the last game, I can say Oracle. From the other thing, you see the Oracle and the other, you say Oracle can win this game. Deja, on the game that they are playing, but then we see what will be the answer of the SDG. What will be some surprise for us if we can win this game, or it will be some game that will be easy somehow for Oracle. يا اخويا استاذان الاسئله ديالك دابا انت كتجي شويه معطل. الاسئله ديالك كاملين جاوبنا عليهم قبل ما تجيب واحد 3 دقائق, جاوبنا على كاع الاسئله اللي كطرح. تي بي ال هي اللي ولات تحلق بعيدا في الصداره ب 8 ديال ليويل ولوز وحده. عندنا اوراكل اي سبورتس وريفنج اللي كيتشاركوا في المركز الثاني, اما ستاردوست جيمنج اللي كاينه دابا هي في المركز الخامس. الى بحثت لا جيم غادي تطلع في الكلاسمون اوف ستاندينغ ديال اورانج اي سبورت تشامبيون. وبالتالي دو تيم دابا راهم اون برو درافت واحد الدقائق ولا ثواني معدوده وغادي نشوفوا الدرافت وغادي نكومونتيو عليها مع صديق سيكبول. عاود لنا شويه على الاكسبيريونس ديالك والرحله ديالك في الكاست دابا. هاو يو فيلين اباوت ات؟ عرفتي النهار اللي بديت في اول كاست, قلت اول كاست ديالي بعدا كنت عيطت لواحد صاحبي هي خد الحومه بقينا جالسين. اشي هي كندير بحال هكا
كان حاول هروليك كان تحكي بقى نشوف وتفرش عليه صار. وكي من بعد عرفت باللي خصني نهضر عرفت قلبت على الناس ديال الكاسين كنا كنسمعوا لهم حاولوا نديروا بحالهم وخاص شي الظروف ما كتساعدش ولكن المهم كنشوف نسولك واحد السؤال يس ما عرفتش محرج ولا شوف انت كيفاش غتجاوب عليه شكون هو احسن كاستر عزك الدراري ديال العرب ولا المغرب اللي بغيتيش احسن واحد يا انا صراحه ما كنعرفش كاسترز ديال برا كنعرف اكثر ديال العرب بات في العرب ولا المغرب في العرب ولا في المغرب آه انا نقول في العرب كامل في العرب كامل سهل اعطي واحد ولا جوج واحد 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 قول سمير ريزو 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 صادق ريزو تحية لسعد ملوكي ريزو هذا المنبر هذا كسيت خطير 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 كيعجبني كيعجبني تفرج فيه في الجيمز اللي كيكاسيهم لسا قلت كاستر ريزو خلى الكلمة ديرو خلى البصمة ديرو في الكاستينج في لا ريجيون أغاب كاملة بيان سيغ علاش لنش منه ولي توفيق وصل حتى العالمية يقولوا الناس يتعلموا الدارجة باش يسمعوا لي علاش لا كل شيء ممكن صيغ سيك بوي تنسى شي نهار يقدر شي واحد يجي نسولوه شكون هو أحسن كاستر بالنسبة لك يقول الناس سيك بوي يعني تا شي حاجة تا شي حاجة ما بعيدة تا شي حاجة ما بعيدة جس ورك فوريت وراك غادي راك غادي في الطريق الصحيح ان شاء الله غير صحيح الاكسبيريونس ما بين النهار الاول ديال الاوديسي اللي كنا بدينا انا وياك لدابا كان واحد صغير كاين واحد بيك شرف كبير يا حبيبي فتحت حنا هذا الشيء هذا وحلينا المحل سو درنا العباسيه للناس المهم صح كاين تغيير كاين تحسن مع الوقت ولكن نديروا العين وكما الله بيان سور اي مجال كتدخل ليه كما كان النوع ديالو الاكسبيريونس الاولى كتعطيك واحد الفكره على اللي زعما ماشي كتعطيك فكره كتبلاصيك كتعطيك كتسي شويك على زعما عليك انت فين واصل في داك المجال وديك الساعه كتدرس راسك وتشوف التيغا فين تقدر تاميليورا وفين تقدر تطور القدرات ديالك وبيان سور مع الاكسبيريونس داكشي الموهبه كتسقل و ديما الاكسبيريونس اللي جايين كيكونوا احسن من اللي فاتوا واللي كيكونوا من ورا دوك اللي جايين كيكونوا تما كتترقب لهم وكتكون مجد لهم واحد النيفو اللي كبر واحسن احسن 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 بزاف جو بونس لي تيما بقى لهم والو غندوي مع الريجي واحد مونستوت كيدوي معايا هنا في الكاسك هذا شحال باقي لينا ونشوفوا الدرافت الو مونستوت وصاحبي ديما كيدوي معايا اليوم غبر ما دوش معايا بزاف مونستوت شحال باقي لينا وندخلوا للدرافت الدراري ديجا دابا راهو اون برو درافت مابقاش بزاف ودو معايا مول الصوت صاحبي مستحيل مول الصوت اللي كيدوي معايا وكيوصل لنا الرسائل المهمه والعاجله قال لنا راهم اون برو درافت ما بقاش بزاف ديال الوقت وغادي يبدا سيكبو نهضروا على شنو سميتو لي روستر ديال لي دو تيم ستار دوست جيمينغ و اوراك اي سبورتس اوراك الصراحه اللي شنا واحد شونجمون كبير ما بين سيزون 1 ديال اورانج اي سبورتس تشامبيونز الاولى والثانيه تبدلوا الاغلبيه ديال لي جوار ومعظم ديال لي جوار وحتى الاداء ديالهم تحسن جو بونس ان التغييرات تما كانوا في الايجابي زعما في الصالح ديالهم بحال تبدل تما داروا واحد جوج ديال لي شونجمون وباقيين في الصداره اوراك اي سبورتس بدلوا لا ماجوريتي اللي مكذب ولا كاع الروستر ديالهم اللي كان عندهم سيزون الاولى ديال اورانج اي سبورتس تشامبيون واحد الروستر جديد ودابا محتلين مرتبة احسن من اللي كانت قبل جو بونس سيزون 1 ما كانوش حتى parmi les 4 équipes اللي كانوا مؤهلين شنو سميتو الكارت دومي فينال والفينال اللي كانوا تلعبوا اونلاين مي دابا كنشوفوهم انهم في بوزيسيون زوينه بزاف اللي هما في سيكند بليس زعما بالتعادل مع ريفنج اي سبورتس وغاديين دابا تقدموا واحد الاداء احسن من اللي فات شنو كيبان لك انت فهاد الشهر هو القضيه ديال انك كتبدل في الروستر راه كتريسكي فهمتي راه كاين واحد الريسك لانه ما كتعرف واش داك السيد غادي يدخل غادي يقدر يدير لا سينيرجي ديالو مع لا تيم واش غادي يولف على البلاي جداد واش ما غاديش يدير واحد ماشي واحد تنكيشه في وسط لا تيم سو بان كي ريسكي باش تبدل الروستر ولكن كنشوفوا باللي هاد الروسترز اللي تبدلوا بالعكس كانوا عطاو واحد الدفعه كانت واحد الحاجه ايجابيه للاتيم وهذه حاجه مزيانه بيان سير يبغي لاتيم انها تكون تبدل تجيب تيم زعما بلاير جداد اللي يقدروا نشوفوهم مواهب جديده وبيان سير هادشي اللي كنا شفنا هنايا ودابا راهم دايرين خدمه مزيانه وجايبين جيمز ومتصدرين في المركز الثاني هادشي بيان سير كيفرح تيم اوراكل واخا داروا هادشي زاد هادو ستارز جيمين
سادوس جيمينغ وقع لهم العكس السيزون اللي فات فاش كانوا كلاسين حسن داروا تما تغييرات في روستر كثيره وماشي ماشي بزاف زعما ماشي بحال الستيل ديال اوراكل اسبورت ودابا الاداء ديالهم الى درنا مقارنه نقص بارابور للسيزون 1 ديال اورانج اسبورت شامبيونز بحيث انه العام اللي فات كانوا السيزون اللي فات كانوا كلاسين هما الثانيين وكانوا ميم هما الفريق الوحيد اللي ربح تي بي ال وكان واحد لقيته هما الاولين في الكلاسمون دابا كنشوفوهم في المركز الخامس يعني عندنا دابا حتى الكات فيغور الثاني فين لي شانجمون ديال الروستر ما اداوش النتيجه احسن بالعكس شفنا واحد التراجع شويه في المستوى ولا في الكلاسمون يقدر يكون المستوى ديالهم هو هو يقدر يكون المستوى ديال زعما لي زيكيب اون جلوبال في التورنوا ديال اورانج سبورت شامبيونز زاد مي شفنا زعما الكلاسمون ديال سادوس جيمينغ بارابور لي زوتر تيم في ستاندينغز نقص بارابور للسيزون 1 هذا هو الكال اللي كنتي كدوي عليه قبل اسيك بوي ديال واش لي شونجمون ماشي ضروري كيكونوا زعما كيديو كيعطيو واحد النتيجه ايجابيه يقدروا ينقصوا من النيفو يقدروا يخليو النيفو هو هو ولكن النيفو جلوبال يتزاد داكشي علاش دابا ستاردوس طاحوا شويه في كلاسمون بارابور السيزون 1 ياسر دابا على حسب الروستر اللي كنشوفوه فهمتي يقدروا يلعبوا واحد الجيمات اللي كانوا متقاربين ماقدرش يديروا شي حاجه كبيره باش يقدروا يجيبوا الكلاسمنت ديالهم كيف ما لاست سيزون بس هذه هي لا ليغ فهمتي راه يو كان نيفر نو بحال اللي وقع دابا فوكس جيمينغ جي سي كتشوف كيوقعوا واحد التغييرات كتبدل لك التيم كامله كتبدل البيرفورمانس كتبدل شحال من حاجه بس غادي نشوفوا شنو تقدر دينا ستاردست عمر سيزون 1 كتكون بحال سيزون 2 ديال اي ليغ ولا اي تورنوا كيكونوا تغييرات نيفو جلوبال كيطلع كاين اللي تيم ديال النيفو ديالهم كينقص كاين اللي تيم النيفو ديالهم كيتزاد كاين اللي كيبقى هو هو مي كيوقع ديما كيوقع واحد الشونجمون كيبقى واحد التغيير بيان سور لي تيم داكشي اللي كنا هضرنا عليه قبل على التجربه ديالك في اي مجال لا في الكاست لا في التيم بيان سور حتى ملي كتدخل وسط واحد الكومبيتيسيون كتلعب كتشوف الاول كتاخذ واحد لي ريزولطا واحد النتائج كتحللهم كتعاود تخدم تقدم زعما انك تخدم عليهم ولا شي شيء مقبل يكونوا احسن ماشي ضروري كيكونوا احسن بعد ما تقدروا يكونوا قل مي في الغالب الاحيان هذا الباركور هذا كامل كيعاونك في انك تطور في ان التيم ديالك تطور وسط واحد وسط واحد المنظومه وسط واحد لا ليغ وسط بزاف ديال لي تيم داكشي اللي كيعاون ان النيفو جلوبال يطلع وبيان سور هادشي اللي كنشوفو دابا نيت اورانج سبورت شامبيون ما بين فرق كبير ما بين سيزون 2 والسيزون 1 في النيفو جلوبال ديال لي تيم يعني كلشي طلع نيفو لدرجه انه اللي حافظوا على نفس النيفو اللي بقاو في نفس النيفو كيبان لك بحال الشوتاو ولكن لا راه غير نيفو جلوبال طلع وهما بقاو في بلاصتهم داكشي علاش انك تشوتي زعما وسط واحد المنظومه ما كيعنيش انك طيحتي النيفو غير ما واكبتيهاش نقدروا نقولوا هادشي اللي وقع مثلا اللي هضرنا على لوكا ديال ستاردست جيمينغ اللي هضرنا على لوكا ديال الفوكس جيمينغ تيم ماشي اكاديمي في لياسي النيفو ديال الدراري يقدر يكون ماشي نقص يقدر يكون زعما النيفو باقي ستابل يقدر يكون زاد شويه بارابور الاول مي النيفو جلوبال اون جينيرال طلع بزاف يعني كاع لي تيم كتضرب لهم 1000 حساب ماشي فهمتي زعما التيم كما كتدخل كما كتبقى زعما البوندون لا ليغ ولا التورنوا كامل نقدروا نعطيو مثال بعبعل نقدروا نعطيو بزاف مثال بزاف ديال لي تيم اللي كيبداو بواحد النيفو اللي كلشي كيربحهم من بعد كيولوا او موان كيربحوا واحد 3 4 لي جيم وعلاش لا في المستقبل الا بقاو بحال هكا فهاد النهج ديال التطور يقدروا من بعد يوليو هما اللي كيتصدروا الستاندينغز ديال التورنوات اللي كيشاركوا فيهم بيان سور اشي ليغ اوف ليجند جيم واحد الجيم اللي استراتيجيك وشي تغيير بسيط كيقدر يدير واحد لامباكت كبير وبيان سور التيمات اللي كيقدروا يستعملوا الاخطاء ديالهم لصالحهم ويتعلموا منهم هذوك هما لي تيم اللي كيزيدوا القدام هما اللي كيقدروا انهم يطلعوا النيفو واخا يتبدل روستر ولا شي حاجه كيقدروا ديما يتالقوا ديما مثلا قلتي كل سيزون كتكون بدله الاخرى سو من نيكست سيزون تقدر تشوف عاوتاني شي نيفو اخر واخر واخر سو هذا هو الواحد انه يتعلم الاخطاء ويواكب وصراحه البلان ديال عاوتاني ديال تبدل ديال الروستر بحال تقول شي واحد جاي يخدم شي اونتربريز مثلا شي واحد اللي مدوز 50 ديك اونتربريز ماشي واحد يلاه جا جلس كتدخل بداك الدهشة هكذا ما كتعرفش هذا ما كتعرفش هذا كيخصك تضرب مع واحد شوية عاد كتولف بعد كتقولك تولف فوق كتطلع النيفو بحال مثال صاحبي باكوز الزوين اللي كيدير ليا دابا كيدير ليا تحية في الشاط اللي تا هو بدا تا هو مع فوكس جيمينغ كيدير لهم ديزاينر كذا لي بوست من بعد دابا كيعيطوا عليه ريو يعني في اي مجال
كتخدم فيه النهار الاول كتبدا ماشي هو فين كتسالي كتبقى غادي وكتطور في راسك في لي تيم في الكاس في زعما في البرودكسيون كيفاش مثلا الاورانج اي سبورت شامبيون حتى كيفاش بدات زعما برودكسيون ما بين سيزون 1 سيزون 2 تطور كبير وزعما اي مجال بالضبط الا خديتيه واخا تكون فيه مزيان الا خديتي فيه الوقت الكافي وحللتي وخدمتي فيه وعطيتي فيه الجهد كتولي مزيان من مزيان اللي كنتي فيه قبل. يعني فوالا هادشي اللي خاص كاع لي تيم يديروا باش في المستقبل يكون عندنا واحد لاباز اللي حتى مثلا كنقولوا لي التيم اللي في الافريج ولا لي تيم اللي قل من الافريج حتى هما عندهم نيفو مزيان بارابور لواحد لواحد البلدان ولا واحد لواحد شنو سميتو واحد ليغ اخرين ولا واحد المنظومات اخرين. يعني لي تيم اللي كيشاركوا دابا اورانج اي سبورت شامبيون يقدر يطيح النيفو ديالهم ولكن ميم سي زعما ماشي يطيح زعما يطيحوا في ستاندينغز ولا النيفو جلوبال يطلع ما الى شاركوا في واحد لعيبات اخرين في العالم العربي ولا مونديالمون ماشي مونديال زعما في العالم العربي ديالنا بحكم انهم ديجا هما في هاد الاحتكاك هذا في التطور القدرات يقدروا يبينوا على واحد النيفو كبير. وهذا الشيء كنشوفوه حتى مثلا في لي كواليفاير ديال لي ياسي دابا كنشوفوا بلوس زون بلوس ديال لي تيم مغاربه اللي كيشاركوا عندهم الكلمه ديالهم وكيقدموا اداء مزيان. فور شور فور شور مثال غير صراحه نعطيوه بالتي بي ال اللي دار خدمه نقيه في لي ياسي خصوصا في لا ليغ الاولى اللي لعبة فيها كنشوفها كيفاش كتربح لي جيم ديالها لا من ناحيه هنا ولا حتى من ناحيه اوسي كتقدر انها دير واحد اون باراليل بين هاد تو ليكس كلعبهم مزيان مرتاحين وهادشي واخا داروا داك لي تشانجمون داكشي ولكن السينرجي ديالهم بلاكس ولا توار احسن واحسن بيرفورمانس ولا كثيره هادشي هي اللي كيخلينا نفرحوا بهاد لي تيمز بيان سير المغاربه اللي فيكي كتشوفهم كيلعبوا فواحد فواحد البطوله اللي كتكون عالميه ولا في مينا ولا شي حاجه بيان سير يبغيو زعما يقولوا له ديك القضيه ديال يبريزونتيوك مشرفه يا غتكون تا فخور بيان سير غادي تكون فخور انك كيبريزونتيو البلد ديالك بداك النيفو بداك البيرفورمانس اند جود لاك لاول تيمز اللي لاعبين في سي وفي اي تورنمنت اللي تكون عالميه ان شاء الله وغنعاود نسول صاحبي مول الصوت الصديق ديالي مول الصوت اللي كيدوي معايا في السماعه هذه فين وصل داكشي ديال الدرافت والبرو درافت الجيم كتوصلني في السماعه كيقول لي 1 مينيت الجيم غادي تبدا وغادي نشوفوا الدرافت ديال لي دو زيكيب لي دو زيكيب اللي هضرنا عليهم اصلا هضرنا على التطور ديالهم ما بين العلاقه ديال زعما النيفو ديالهم ما بين سيزون 1 والسيزون 2 بقى عندنا ما يتقال ما بقى علينا الا نشوفوا هاد لا جيم هادي ونكاستيو عليها ونشوفوا شنو هما جديد لينا هاد لي دو تيم شنو هما لي استراتيجي اللي داخلين عليهم هاد الجيم شنو هما لي كومب اللي غادي يعطيونا فهاد لا جيم فين كتبدا الخدمه ديال فيس ديما كنهضروا على لي جوار ما كنساو واحد الخدمه ديال لي كوتش اللي كتلعب في النيفو ديال الدرافت لي كوتش ديال لي دوز ايكيب اللي هي كتكون واحد الحرب تكتيكيه واستراتيجيه قبل ما تبدا الجيم. فهاد الوقيته حنا اللي كنهضروا في الوقيته فين الدراري كيكونوا داخلين كيبيكيو لي تشامب ديالهم كيكون كتكون واحد الحرب ما بين لي دو كوتش لي زاناليز ديال لي دو تيم شكون اللي غيكون في هذا التفوق. انت اسيكو شنو كيبان لك الفرق ما بين كوتش مزيان وكوتش واعر زعما فين كيقدر يكون ديفيرنس في لي كوتش الكوتش باش يكون واحد تيم ماشي فقط الدرافت ولا الجيم بلاي ولا النولج مي كثر كثر صراحه تلعب على النفسيه ديال البلايرز حتى انها تعطي واحد الموتيفاسيون وتلعب على النفسيه ديالهم كتخليهم يحسوا براسهم فواحد كومفورت زون وكتخليهم يلعبوا از ا فاميلي وماشي از 5 بيرسونز ولكن از 1 تيم. اي فقط تلعب از 1 راك تعطي واحد بيرفورمانس اللي تكون واعر so لي كوتش كيتبدلوا في هذه القضيه ديال كيفاش غادي تجري لي بيس كيفاش غادي تكون الكومونيكاسيون بيناتكم وحتى من ناحيه اللعب كتشوف لي درافت كيفاش كتحطوا لي بيكس راه بحال اللي كتلعب الشطرنج so اي بيك كيكون yes. عنده امباكت كبير بيان سور الدرافت ديما كنشوفوها هي اللي كتربح بيان سور الا كان النيفو ديال الدراري متقارب نفس الرانك ولا شي حاجه ديما الدرافت هي اللي كتربح فور شور so بحال اللي كنا شفنا في هذا لاست درافت صراحه كانت غادي دي بي ال صمها خصوصا في التامبل اللي لاعبين بهم كانوا سترونغ على يا على الدرافت ديال الاخرين من ناحيه التامبيون بول ولا من ناحيه التشانس ديالهم كيفاش كيلعبوا البي اس اي ديالهم ما كيواكبش الجيم كامله صح. وكان تبدل
المهم ما بغيتش نهضر صراحه فهاد القضيه، ولكن غادي نصدق فواحد الاناليز ديال واش كان خصو يدير هادي ولا كان خصو يدير هادي، ولكن كان ممكن لهم انهم يحطوا واحد كومب احسن وكانت غادي تكون جيم اكثر اكثر متقاربه ولا كاع تكون شي وين ديال الصوف. اوكي اوكي كتصني في السماعه من عند صاحب الصوت اللي خدام على ريشي ديريكتومون وكيعطيني معلومات حصريه وخطيره، وان فريق ستار دوست جيمنج عندهم سام تكنيكال ايشوز بالضبط، توب لينر ديالهم عنده سام تكنيكال ايشوز، يعني غادي نتسناو مازال واحد شويه ديال الوقت وحنا باقيين هنايا كنهضروا ويارتشيلين مع سيك بوي معكم في الشات شتو ماش تقدروا تناقشوا معنا تهضروا معنا في اي سوجي، وكنا كنهضروا نيت على لي كوتش وقطعت كل اسم كملتي الهضره ديالك سيك بوي عندما فيها الزهايمر فهمتي الزهايمر ما قلتيش علاش كنتي كتهضر. المهم حنا كنهضروا على لي كوتش وزعما شنو الخدمه ديالهم وشنو الفرق ما بين ا جود كوتش وكوتش ذاك، تدويتي على لو بوين ديال انه ماشي ضروري النولج ديالو في الجيم والمعرفه ديالو لي سافوار هو اللي يقدر يدير الفرق، يقدر يدير الفرق غير واحد السينيرجي واحد لينيرجي اللي كيسبريدي وسط التيم ديالو وسط الروستر ديالو كيخليهم مرتاحين، كيفاش انهم كيخدموا ديك زعما الفرص العلاقه بيرسونيل ما بين لي جوار والكوتش ديالهم حتى هي كتلعب وعندها دور مهم في التاثير وعلى النتائج ديال الفريق، ماشي ضروري داكشي يكون كادغي وبروفيسيونيل وستريكت في واحد لو كادغ ديال هو كيقدر يخدم هادشي، مي حنا في واحد الستركتور اللي داكشي زعما حنا في واحد الدومين اللي باقي الله كيتستركتور بشويه بشويه، ديك الطريقه فورميل الجديه بواحد الطريقه كادغي وزعما بروفيسيونيل لواحد الدرجه زعما بروفيسيونيل اقصى درجه باقا ما خداماش لينا باسكو باقا لاندستري كتطور، اللي كيقول لاندستري كتطور باقي ما فيهاش اسيد الفلوس، باقي ما فيهاش اسيد زعما لو في ان ما عندناش شركات عندنا دي تيم، باقي بزاف ديال اللعيبات خاصهم يتبدلوا داكشي، علاش واحد ليسبري اللي كيكون وديك لا غولاسيون اللي كتكون ما بين الكوتش والستاف ولي جوور زعما اون جلوباليتي اي مونبر ديك لا تيم كتلعب واحد الدور مهم، ماشي بحال زعما اللي كيكون عندهم علاقه جديه غير ديال الخدمه وصافي، مي كنظن ان هاد لو كادا فريمون غار بزاف حقاش اغلبيه ديال لي تيم اللي عندنا كنلقاو واحد الجو زوين واحد الجو ديال الصداقه والتاخي ما بين شنو سميتو الستاف لي جوار اغلب الاحيان، مي في لو كا الاخر الى ما كانش داك زعما داك لي سبري وداك العلاقه ما بين ستاف وليكيب اصلا ما كيعطيناش نتائج مزيانه، ودوك المشاكل كيبانوا لينا في لاماب كيبانوا لينا في اللعب كيبانوا لينا في الجيم بلاي وكيبانوا لينا حتى في السينرجي ما بين لي جوار زعما ديال لي جوار في وسط لي جيم ديالهم اللي كيلعبوا اصلا لو كادا ما نهضروش عليه حقاش بونس باكي حتى الا كان كيكون داكشي بسيط وكيتحل دغيا ما بين لي زيكيب، وكنا قلنا ان ستار دوست جيمين عندهم سام تكنيكال ايشوز ما عرفتش شحال ديال الوقت بالضبط غادي ياخذ لهم هادشي نقدر ناخذ شي انفو فوالا كيقول لنا ان صافي التكنيكال ايشوز هو الصلاح والدرافت غادي تبدا عما قريب واحد ثواني معدوده وغتبدا الدرافت نقول الدراري كنقول لكم ثواني معدوده، ولكن هذا هو ستريم هذا هو اللايف هذا هو اللي كتكون لاعب كيوقعوا بعض المرات شي مشاكل من عند لي جوور من عند ستاف من عند اي واحد اللي كيقدر يعطل شويه هذا. حتى عندك مشكله سيك واش المشكل ديالك هاي الدرافت بداش انا ما كيبانش كاع الدرافت ما كنطلق اللايف ما كيبانش ما كيبانش داك الدرافت انا كيبان لي الدرافت ندوي عليه بيت ما بان لك نتايا عندنا دابا لي فاز دو بار ولا دابا مزيان انا دير اوكي اوكي دابا عندنا الفاز دو بار من عند ما بين ستارتس جيمينغ وراك اي سبورتس اللي نيشان كتاتاكي وستارتس جيمينغ بواحد دو بار اللي هما تريش طام ودابا كيزاد الفانتاج اللي هو خازيكس، اما اوراك اي سبورت كيبانيو كيمشيو على البان ديال افيليوس غريفز و شنو سميتو البانك تاعت اللي كتشطبخ دابا من عند الكوتش ديال ليكيب والاونر ديال ليكيب اللي هو او كابي ستارتس جيمينغ، ما عرفتش بالضبط واش عندهم كوتش ولا لا، ما عنديش علم على هذه المعلومه هذه، نتمنى مول الصوت الا كانت عنده المعلومه يقولها ليا. ودابا كنمشيو على لي دو بيك لي لي دو بيك اللي كيمشيو على عند اوراكل اي سبورتس من مورا الفيرست بيك ديال اس تي جي اللي هو كنار، وكيمشيو على دو بيك اللي هما فوليفير وترندل. فوليفير وترندل اللي هما جوج ديال لي فليكس بيك، ترندل نقدروا نشوفوه في الطوب كما نقدروا نشوفوه في الجنجل، اما تشا فوليفير هو نفس الحاجه نقدروا نشوفوه في الجنجل كما نقدروا نشوفوه في الطوب، مي مورا ما لي زيكيب كيديروا برو درافت كيبان لنا داكشي يعني عارفين ان فوليفير غيكون في الطوب ترندل غادي يكون في الجنجل و فلاديمير غادي يكون في الميدلين، بالنسبه للاس دي جي غادي يكون عندهم دييغو في الجنجل
ويونيك في ميدلين. تشتلي بيك حتى الان من عند لي دو تيم, وكندوزو لافاز دو بام الثانيه اللي غيكون فيها بان ديال اكالي, بان ديال تريستانا. هنا الصراحه ستارت سكيم مع شبانا واكالي, الوغ كو ميدلين والتوب لين ديجا تبيكاو الا كانوا خايفين من شي اكالي ادسي اوريانا تاعي البان. ما عرفتش صراحه, جو بونس ان لي بان ولي بيك فواحد الترتيب واحد اخر, حيت سينون كانوا بنفس الترتيب. جو بونس با انهم كانوا ايبانيو اكالي واوريانا بويسكو تبيكا فوليبير و فلاديمير. كدوزو الفاز دو بيك الثانيه دابا لحد الان, وكتونجاجا من عند اوراك اي سبورتس بواحد البيك ديال جينكس. جينكس لي اتس ا جود بيك مع هاد لي بيك اللي ديجا شفنا دابا, فوليبير ترندل و فلاديمير الله اوف انجيج اي وي دامج, وبزاف يقدر يعطيوها مور سبيس فين انها دير الدي بي اس ديالها وفين تشايبا على خطره. زائد بروم بروم لي كي اتس زعما ا جود ماتش ولا ا جود سبورت مع جينكس. زائد انه الاس تي جي مشاو على كارما فين فين اللي اتس جود هايبر كاري, يعني احسن الهايبر كاري في هذا الجيم هذه, ومن احسن لي زاد سي في سكيلين واللي يقدر يدير دامج كبير كبير بزاف على هذا الفرونت لين هذه اللي عند اوراك اي سبورتس على فوليبير ترندل وميم براون. وغتكون سبورتد باي كارما من احسن الانشنتر سبورتس اللي كاينين في الجيم, كيعطيك موف سبيد كيضرب كيدير بزاف ديال الدماج, وعنده اللوت اوف بوك في اللين اللي كيخليك تسرفايف اللين ديالك. زائد ان عنده سام سيستين و سام سي سي دبليو ديالو لي دو تيم. هنا كملوا لينا الدرافت ديال لي دو تيم, كملات عندنا خمسه ديال لي شامبيون عند اوراك اللي هو فوليبير ترندل فلاديمير تشينكس بروم ضد غنار دييغو يوني فين و كارما. شنو كيبان لك السيك بوي لحد الان في هاد لي دو درافت؟ سو اس دي جي اللي عنده واحد الكومب زوين, خصوصا عندهم واحد الاي دي سي اللي هيوج فين اللي غادي دير واحد المشكل كبير, غادي ديناي بزاف ديال تونكنس من ناحيه اوراكل, من ناحيه بروم فوليبير, حتى من ناحيه ترندل. سو انا كنقول باللي ديجا فين غادي تكون واحد وين كونديشن, وما غاديش ننسى ديجا فيغو كان نرفا سو ما بقاش كيف ما كان في الاول, ولكن غادي يبقى داك فيغو بلايابل. كاين يون اللي كيبقى واحد تشامبيون, عطيتيه واحد شويه ديال الكيرز وقدرتي قدر يسنوبولي, راه كيرون من ريفت, عنده واحد دمج هائل, عنده واحد البوتنشال باش يدخل في تيم فايت يدير دمج كبير وما يقدر وما يموتش. سو عنده واحد كوم زوين, خلاص ما نسوش غنار اللي عنده جود انجيج وطونكينيس, كين كارما اللي تقدر تسيبورتي وتسبيلي بزاف على الفين بالموفن سبيد والشيلد. جود وان طرف اس دي جي. سو اوراك شنو عندهم هنايا؟ عندهم ديجا توب لاين يكون فيه فوليبير خلاص كنعرفوه بطونكينيس بانجيج ديالو بالالتيميت بيان سور داكشي اللي كنجي عليك, لان بروم عنده واحد البيلينغ خطير خصوصا داك الشيل ديالو, وخصا كيبقى عنده داك البوتنسيال باش يقدر ينقذ مثلا كاو كي فايتي يقدر يتبان له جيكس لور يقدر يرجع ليها. ديجا كاين فوليبير, كاين ترند, كاين بروم, غادي يخليو لها بزاف ديال كيف ما قال فينوم, عنده لسباس لجينكس باش يقدر تلعب مور فري, ولكن هادشي غادي يبقى على ورق فور شور. ديجا بحال على حسب التيم اللي ضدك خصك تضرب بشحال حساب. كاين غنار اللي عنده دبل جامب, كاين ليون اللي عنده التيميت, كاين فيغو اللي عنده توا الجامب ديالو, كاين الفيلان اللي تدخل بالانفيزيبل. سو القضيه الى جيت تشوف ليكم بجوج واعرين ما قدرتش تقول شي حاجه اللي تسبب شي حاجه. كاين ليكيفالونس ديال الابي في اوراكل, ولكن من ناحيه اس دي جي كاين فقط كارما اللي عندها الاي بي راسيو شويه في الابيز ديالها, ولكن على حساب واش تمشي اي بي ولا غادي تمشي. انا شوف صراحه السيك بوي هضرنا على لي دو كوم بما فيه الكفايه, ندوزو دابا البريدكشن ونعطيك الكلمه تبدا نتايا انك تبريدكتي لينا من خلال هاد لي كومب هادو اللي عندنا هنايا, شكون كيبان لك عنده لافونتاج او نيفو ديال الكومب. نسى عليا لي زيكيب واش اوراكل ستارتوس, الا شفت لي دو كومب على اين كومب تصوت على انها غدير بواحد لا جيم. اورايت, سمعت ناحيه الكومب كنشوفوا باللي
ولا كيف ما كنت نشوف في الجيمات اللي فاتوا باللي اللي كتقاهم لي طونك اكثر هيك كانوا واحد البوتنشال كبير بانهم يربحوا يا مي بي كنشوف باللي ترند فولي بيرو برو غادي يديروا بزاف في اس دي جي سمي بي هما اللي يقدروا يربحوا خاصه عندهم الكومبادا اللي خطير. انا الصراحه انا غادي نمشي على الكومب اللي عند اوراكل اي سبورتس زعما انا فان لي كومب اللي كيكون فيهم اسي طونك اللي كيعطيوك انجيج وكيعطيو مور سبيس لا دي سي ديالك فين يلعب وملي كيكون عندك هايبر كاري بحال بحال شنو سميتو بحال جينكس يعني اتس ايفن جود اكثر من القياس. ولكن انا بالنسبه ليا في تير في الكومب ديال ستاردست جيمينغ كاين مشكل واحد هو ديك فين فين الا تفيدات ولا كان عندها زعما واحد بدات بواحد ستارت اللي هي مزيانه وفي الميد جيم كانت مزيانه اما اللي تشكيم ما غاديش نهضروا عليه فين غادي يكون هو علامه الفرق في هاد التيم هادي علاش خاش فيغو غادي يحاول انه ياخذ واحد ريزيت على شي شخص ولا جوج من الفرونت لين الا تمكنوا ستاردست انهم يقتلوهم غنار هو يحاول يدير الانجيج ديالو بلوتي ديالو على الباك لين فين يحاول يستوني ثلاثه ديال الناس ولا اربعه ديال الناس مهم هو جهده مي فين وكارما فين الا كانت مرتاحه في لا جيم وعندها بزاف ديال ليكيب وعندها لي زيتام الكافيين في انها دغيا وان شوطي الفوليبير ولا دغيا تخشل ترندل غير بغى يعذبها شويه فلاديمير اللي كنعرفوا بالبول ديالو كيولي ما كيطارغيتاش والا كان هو مزيان في لا جيم يقدر يعالج من المشكل ديال فين وان شوطيها مي معها كارما جو بونس كارما اللي لعبه اكزوست الا ما خفت نكذب تقدر دينا هي داك البيرست دامج ديال فلاديمير وتقدر تعطيها داك الشيء الكافي والسبيد الكافي فين انها تشكايتي اوت انا كنهضر دابا على ليكا فين فين تقدر تخلق مشكل الكومب ديال اوراكل فين الا ما كانتش مزيانه في لا جيم غادي يخسروا ستاردس فور شور الا فين كانت مزيانه في لا جيم عندهم مور تشانسز على انهم يديروا شي حاجه ويربحوا هاد لا جيم هادي يوني غادي يحاول حتى هو غيحاول يسستيني يحاول يضرب في لي طون يحاول يوصل للباك لين مي ما جو بونس باي يقدر يدير شي حاجه عندنا بروم عندنا بروم اللي غادي بيلي على ديك جينكس ديالو مزيان عنده اكزوست زائد الباسيف ديالو فين ثلاثه اربعه ديال لي زوتو اتاك عليه غادي يقدر يتستونا يوني غادي يحاول يفوكس اكثر على الفرونت لين وعلى انه يجمع مور بيبل بلوتشي ديالو على انه يبقى فوكسي ومتشيزي جينكس الى هادشي كامل ما تحققش وفين ما كانتش مزيانه في لا جيم ديالها ويوني ما قدرش يوصل للباك لين فور شور 100% غادي يكون تيم وغتكون الغلبه لصالح فريق اوراكل اي سبورتس بيكوز فور مي انا عندهم ذا بيست درافت في هاد ما بين هاد لي دو تيم وانا نعطي الصوت ديالي لاوراكل اي سبورتس فور شور هادشي اللي شفناه في الدرافت وغادي نشوف اوراكل واش غادي زعما تحدد لينا ولا تبروفي لينا باللي هاد الكومب هي اللي يقدروا يربحوا بها ولا نقدروا نشوفوا شي مفاجاه مع عند الاس دي جي اللي عندهم تاهما فين اللي بدات تفيدات في هاد الجيم هادي هو ويون اون كرو غتكون الجيم غتكون الجيم ملعوبه على اللي وصل لا دي سي ديال الاخر غادي يربح و ميم لا دي سي موت بجوجهم عندهم واحد الهارد كاريز في الميدلين عندنا يوني وفلاد جوج ديال لي هارد كاريز من ستيل ديفيرون عندنا ماج تقريبا اساسان نقدر نندو على فلاديمير اساسان عنده اي وي دامج كيولي ان تارغيتابل زعما عنده زونيا كيقدر يطونبوليسي بزاف ويوني حتى هو اللي كيقدر اونغاجي بلوتي ديالو يجمع خمسه الناس عنده بزاف ديال اللايف ستايل يقدر حتى هو يطونبوليسي بزاف وعاد يرجع بالاو ديالو يعني غيكون عندنا لو ميم ستايل ديال تيم فايت غيكون عندنا الفرق ما بين لي فرونت لين ديالهم ولي سيبورت ديالهم اوراكل عندهم مور فرونت لين برو عندهم زعما عندهم مور سي سي عندهم مور بيل مور فرونت لين وغنار وترندل الترند اللي غادي زعما بلوتشي ديالو غادي او موان ينقص من لي ستات ديال غنار ما يبقاش از طونكي از كما مالفين نشوفو غنار كي ابسوربي ليه لي ستات ديالو هادشي علاش فورمي باقي لحد الان كما حللت لا جيم وكما حللت لي تيم فايت وكما حاولت نتخيل دي سيناريو في دماغي كيبقى بالنسبه ليا اوراكل عندهم ذا بيست كومب و ذا بيست درافت لحد الان بسر ذكر دونك اللي عندهم غادي دينايو بزاف من ناحيه ليون ولا من ناحيه غنار ولا من ناحيه فيكو ما غاديش يقدروا يديروا شي حاجه كبيره ولا يوصلوا لتاك جينكس سو يا غادي نمشي للهضره كامله نمشي على اوراكل غادي نشوفوا اوراكل واش الفري غادي تكون داك الشيء كيف ما كنا هضرنا عليه فهمتي ما فقط انا كنشوف واحد لي ماتشاب نهضروا عليه ماتشاب بوحدو زعما في نبداو من الميد لين اللي هو غادي يكون يون ضد فلاديمير غادي خصو يسرفايف داك اللين لانه غادي يكون عليه واحد البولينغ من طرف فلاديمير ماشي يبغي يخليه يلعب بيان سور عنده افونتاج في الرانج وعنده واحد سوستين اللي قوي داك فلاديمير سو
غادي نشوفوا يون كيفاش غادي يجري هذه القضيه. هادو فهمتي غنهضروا الى هضرنا ميكرو زعما ميكرو وجيم بلاي كي غادي يكون ما بين لي دو تشامب كنهضروا الى هضرنا على لين بلين ف غنار حتى هو غادي يكون رابح الجيم ديالو زعما رابح اللين ديالو ولا متحكم فيها بيسك الرانج طالع اللي عنده فلاد غادي يكون حتى هو لاعب شويه مرتاح في ميد لين لا يوني في البوتلي غادي تكون عندنا كارما فين وجينكس بروم بيان سور عندنا بوك لين ضد انجيج وهارد دامج لين زائد ان فين كتبغي انها تسستيني فلحد الان عندنا الاوراكل عندهم مشكله صغيره في الطوب لين وميم فولي بير وخوكك ماشي اوكي 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 جيم دابا كيجي عندي مول ستارت وانا كنهضر وكيقول لي بان الجيم اي سبورتس كما شفتوا دابا في الاكرون طالع جيم اي سبورتس عندنا واحد التكنيكال ايشوز عاوتاني مع الكلاينت ديال ان جوور وغادي يعاود يتكونيكتا ونيشان غدير الجيم الجيم راه ديجا باديه الادي سي ديال اوراكل هو اللي عنده هذا البروبليم هذا مونغو وغادي نتسناو بين اش بدا الجيم دابا الجيم بوز كنا كنهضر علاش كنا كنهضروا سيك بوي فكرني ثاني جاني الزهايمر البوتلي كنا كنهضروا على الفوالا كنا كنهضروا على لين باغلين كنا كنتش كنهضر بالضبط على فولي بير وانه يقدر يسيرفا في لين ديالو ويقدر يتحكم في لين ديالو ضد كنار فولي بير واحد الشامب اللي عنده شويه عنده السيستيم عنده الشيل ديالو عنده الويف كلير ديالو اللي يقدر تعاونو انه اكليري الويف ديالو بالزربه ويكون سيف وما يتعذبش بزاف في لين زائد انه ميم لا جونكا عنده الكيو ديالو عنده الاو عنده السيستيم الى طلع سنيفو 6 عنده الالتيميت اللي يقدر يهرب بيه هو يعني لحد الان التوب تقدر تكون ايفن الميد لين عندنا فلاد اللي غيحاول يبولي شويه يوني ما يوني حتى هو ماشي شي لينر اللي كتبوليا عنده الدامج ديالو عنده الاو ديالو اللي كيقدر اونغاجي بها يدير بها شويه ديال الدامج وكيربح دي تريد كيحاول يخلق واحد ديفيرونس في الدم بدوك لي تريد ديالو بالاو بالتورنات بالدبليو ديالو فلاد غيحاول يكونتر بالبول يعني حتى الميد لين عندنا واحد الماتش اب اللي ماشي شي افونتاج حتى شي واحد البوت لين دوينا عليه هو ان كارما فين كتكون ويك شويه في الليل كارما غتحاول تكونبونسي ديك الويكنس ديال فين بالبوك بالشيل ديالها بالسيستيم سي سي ديالها و بروم جينكس اللي غيحاولوا انهم يلعبوا على شي هارد انجيج نيفو 2 ولا نيفو 3 باش يحاولوا يديو شي كيلو ولا اوموان ياخذوا شي سمنر ديال البوت لين ارمي اما بالنسبه لاجانجل غيكون عندنا فيغو ضد ترندل من زعما واخا تنرفع شويه ولكن كيبقى من احسن لي جانجلر اللي كاينين دابا في هاد الميطا هذيك عنده كلير زوين بزاف هو بزاف حتى لي سكيرمش ولي ان في ان ديالو مع اي جانجلر كيكونوا زعما في المستوى وكيكونوا عنده هيز سترونغ جانجلر فيغو هو يقدر يدير زعما هو سترونغ جانجلر يقدر يشد مع ترندل في الـ في الكلير في تقريبا عندهم نفس الفيتاز ديال الكلير في واحد النيفو من غير ان فيغو من بعد كيروشي كيمشي على فيتاز داتاك وترندل كيمشي مور طونك وعنده فيتاز داتاك ديالو بالدبليو ديالو يعني جيم كلوز شويه مي نعاود نذكرها كنعطي كنرجح الكومب ديال اوراكل اي سبورتس انها تكون هي اللي غتربح في هاد لاكيمات. كتسمعني فينو؟ وي كنسمعك. الكيم ذات ولا مازال؟ الجيم دابا اون بوز عندنا لا ديستي ديال اوراكل اي سبورتس عنده تكنيكال ايشيو غادي يصايبها مع الكلاينت وغادي يدخل الجيم راه ديجا باديه غير اون بوز واحد دقيقه ولا ثواني كاع وغادي نبداو لا جيم ديالنا وغنشوفوا هادشي كامل اللي هضرنا عليه هاد الحبر على ورق كامل شنو غادي يعطي في الريفت وكيفاش غادي يكون النتيجه ديال هادشي كامل اللي قلنا. كنسمع والو لاك هلو سيكبو جاو مسكين عنده تكنيكال ايشيو ماشي مشكل انا شويه نشوف مع الشاط اش كيقولوا علاش كيهضروا تي بي ال دي زوي تي بي ال ربحوا لا جيم اللي فاتت ربحوا الجيم الاولى اللي كانت بينهم وبين سانسيت اون فاير وتي بي ال باقا كتاكد الفوالا هو الكومب اللي الروسترز اللي كيطلعوا ويعني هادشي كيقول ان لي جيم لا جيم غادي تبدا دابا ومونغو غادي يتمكن انه يدخل من وراء ما كان عنده مشكل ماشي فوالا مونغو هو دي سي ديال الاوراكل اي سبورتس اللي دو تيم غادي يمشي لا اوراكل
فوالا اوراكل غادي يمشيو تما بحالهم بحال اس دي جي باش اي كافريو الانتريز ديال لا جانك ديالهم باش ما يتجنبوا حتى شي انفيد ولا حتى شي وارد ولا ديف ميني ديب وارد في لا جانك ديالهم في هذا الايرلي جيم هذا. داكشي علاش كنشوفوا لي دو تيم كي فوالا الا البوت لين هاد فين اللي كتحاول تسلت شويه ديجا بدات الجيم. عندك شي مشكله سيكبو؟ سيكبو جا وعدو تكنيكال ايشيو سير صلحو ماشي مشكل. انا غادي نحاول نعوضك بماشي شي نالي ديال تيم كما قلنا انهم كلهم كيشوفوا الكولابس صغير ديجا غيدير كولابس على فلاديمير هنايا في هاد الميد لين هذا ثلاثه ديال لي مونبر في البوك ديال كارما امباورد كيو وما غادي يطرى ليه والو غادي يدوز سلامات غادي يمشي ليه غير الميد اش بي ديالو ما يقدوش الوقت فين ايباكي ولكن بالكيو ديال فلاد جو بونس انه غادي تكون فهمتي فواحد الوقيته واحد دقيقه ونص ولا ميم 30 ثانيه يقدر يرجع الاومون الربع ديال داكشي اللي مشى ليه ويكون مزيان في لالين بيسكو يوني ما عندوش شي كيل هارد كيل بوتنشال دابا قبل نيفوسيس ديالو وما عندوش ايغناج يعني فوالا كنشوفو الورد هنا يدير فين اللي تسلتات واحد الورد واحد الورد على البلو ديال ترندل هنا يوني اللي كيحاول يلعب اكرو على هاد البلاد هذا اللي ما كانش عدو الماكسيموم ديال الدم ديالو وكياخذ بزاف ديال الطاك من عند المينيو كيفلاشي وكيدي كيو صراحه صوري خويا سي جام اللي قلت لك حضرته وقلت لك ما عندكش الكيل بوتنشال في هاد الميد لين هادي كيلعب مور اكرو بالكونكيرور ديالو وكيدي هاد الكيل هذا بلا ما يحتاج انه يكون عنده ايغنايت ولا ايغنايتي كيدي كيل على هاد البلاد هذا اللي كان شويه لاعب مور كونفيدنت اكثر من القياس عنده لو كان لو كان تقريبا 100 اش بي وكان لاعب بحال عنده الدم ديالو كامل وباغي يبولي هاد يوني في الليل ولكن كيوقفوا عند حدو ودابا يون غادي دابا فلاد غادي يحاول يراجع الحسابات ديالو وغادي يحاول يلعب مور سيف. قلنا هنا اللي كنشوف واحد انجيج وكيحاول يلعب اكرو الجوار ديال ستارتست جيمنج اللي داخلين سخان داخلين اكرو داخلين باش يوصلوا واحد الرساله يوصلوا واحد الميساج انه هاد الايرلي جيم غادي يكون ديالنا غادي نحاولوا نديو ماكسيموم دو كيل غنلعبوا اكرو والسيم ثينك واقع عند اوراك اي سبورتس في البوت لين. اوراك لحد الان اللي جالسين كيبوليو شويه البوت لين ديال ستارتست جيمنج بلاصور كان متوقع هادشي ان جينكس و بروم يكون عندهم تفوق في هاد اللين هادي وانهم يحقروا على فيب و كارما في هاد الايرلي جيم هذا اللي تجا في الحقيقه. ديجا جيت لقيت فيرست بلاد ديجا كنا كنهضروا فوالا شوف اصلا فيرست بلاد ودابا لاعبين اكرو اللي كيدخلوا عليه في بوست جانجل ديالو ويقول كيف سمعتي الريد باش ياخذ سام اتش بي ولكن هاد الريد واش غادي يمشي صالح فور شور سمعت كاين ديجا تيزيت ولكن كاين بوت لين من طرف اس دي جي اللي كيتكون على فور ديالو كاين تيبي حاضر من طرف هاد الفور اللي كيجي من ورا واش يقدر يجيبو كيل في السكيل كيدير الفين الفين اللي فوق ديال صعبه كتمشي عليه الكيل كياخذوا الجينكس واللي بقى كيبقى فوسط ديال الناس كيتمبوزي شويه كتجي الفين اللي عندها دبل باف كتبقى تسوي كي دبليو كاين واحد هابيتيت من طرف هاد يوني واش غادي يكون شي انذر انكيج ولا لا غادي يفضلوا انهم يرجعوا فور شور. هنا كاين اربعه فيرسس وان فور وان وان فور وان سله هاد السكيرمش هذا وهاد الفايت هذا وهاد الاكرو بلاي من عند من اللي كيكون لاعب ترندل كيكون لاعب شويه اكرو اكثر من القياس. انا كنشوفو ترندل اللي كيدخل على الريل ديال فييكو كنشوفو المساعده ديال البوتلين ديالو البوتلين ارمي ديال اللي هي ديال ستارتست جيمنج حتى هي كتجي باش تعاونو كيعطيو واحد كيل فين كيل اللي عنده واحد الاهميه كبيره 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 بزاف. داكشي اللي كنا خايفين منه فين تقدر تكون مرتاحه في هاد الايرلي تو ميد جيم ديالها غيقدر يخلق مشاكل كبيره لاوراكل اي سبورتس مي كيجي جينكس كيجي مونغو بجينكس ديالو باش يعوض داك الفرق هذاك وتا هو كيدي كيل ما كيموتش يعني كيدي مور 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 فارم في الـ في الـ مور فارم في البوت لين وكيدي مور اكس بي كيتفوق على هاد فين هادي او نيفو ديال لي ريسورس. كنشوفوا هاد الكانت اللي من لين من عند فوليفير هاد من عند فوليفير صراحه ديس فيتاس ما عرفتش شنو كيحاول يدير هنا كيحاول يعاون ترندل في البوش ديالو باش يريكالي ويرجع بحالاتو ماشي هذا كونك باش يقتل ماشي غونك باش يقتلوا اللينر غير باش يعاونوا في البوش وترندل هنا غادي يمشي اوكالم اي فارمي لا جانجل ديالو لحد الان كلشي مزيان جوج تيكيل صالح واحد لا مونكيموش مونكيموش بالتو ديالها وكاين الكيل اللي كتاخذ هذا فين ولكن انذر ريفانج من طرف هذا بروم وكاين اوتو اتاك فين تجريدي على هذا الكيل هذا كاين سلو وكاين فيكو كيتواجد في الوراء ما بيكون شي دايف فين غادي تقلب باش تكليري هذا الويف اسفاس as possible باش تدخل على هذا البروم اللي ما عندوش شي واحد يقدر يهلبي. ديجا جانجل كيتواجد في توب لين جيكس كتهلك ديالها كترجع اللين ديالها اورايت مي مشوف راه شي دايف اورايت سير الله انا فين كتعمل الاي ديالها لا ما تدخلش وكاين كين ستان من طرف هذا الفيكو وكياخذ نظر شات
ولكن ميس كوميونيكيشن يس كيدي واكين برام كيدي واحد توكيز غادي تعلم شويه في الجولد ماشي ديشي كيدي كيدي الفين اللي كيدي واحد شوكيز اللي غيكونوا فاليوبل بزاف بالنسبه ليه فهاد 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 لا جيم هادي كيدي واحد لي دو كيل في الايرلي قبل الدقيقه 5 يعني الميد جيم ديالو الايرلي تو ميد جيم ديالو غادي يكون مرتاح كنشوفوا الان هادشي هادشي فريمون خطير اللي واقع حتى الان الفريق حتى القلب ديالو يس كيتحط القلب كيتسلوى كيتقاد دامت على ديوني كيستعمل دبليو ديالو باش يطمبر شويه ويسستيني الشيل ديالو كاين يا اغنايس كتحط على هاد يو او نايس تورنيدو ولكن نات اناف باش يوصل عند هاد ترانزيتر اللي غادي يقدر يهرب بعد ما وصل البرو اورايت يوني اللي محمس شويه يوني اللي محمس شويه كيجي ترندل كيلوح ليه القالب ولكن ما كيبغيش يعيق كيعاود يرجع كيدير او كيعاود يرجع عاوتاني وكيونجاجي بالطرنات ديالو انا كنشوف الفايت في البوت كنشوفوا فايت في البوت كيفاش جينكس لحد الان غادا وكتفيده فهاد البوتين هادو فهمتي اتس هيوج ميستيك من عند اوراكل اي سبورتس فين عطيه الفرصه لفين هادي انك ديري كيلو حنا كنهضروا على فين كتموت اون لايف كنشوفوا الريبلي انك ديري كيلو كتموت اون لايف بحد هنايا فين مانغو كيدي كيل ان في ان على هاد فين هادي يعني مانغو كيقول باقي ما طرا والو عند هادو كيل ولكن باقي انا هو مولين باقي نقدر نقتل ان في ان وجينكس كيقول الكلمه ديالو هاد لا جيم هادي واخا جينكس اتس زعما واحد الايبر كاري اللي كيبغي بزاف ديال السيستم كيبغي من كيبغي ثلاثه السيستم عادي يبدا داك الباور سبايك الخارق ديالو كيبدا الهايب ديالو زائد الكومب اللي عنده بزاف ديال لي فرونت لاين يقدر يدير الخدمه ديالو مي فين لحد الان عنده ثلاثه لي كيل نورمالمون فين كتكون مكرفصه شويه في الايرلي جيم مي دابا عندها ثلاثه لي كيل واش هاد ثلاثه لي كيل غيديروا الفرق وغادي يحاولوا يحنتونا اخويا سيك بوي على هذا الشيء اللي كنا كنهضروا عليه من الصباح انا باقي مامن ان فين هي اللي في يديها زعما الاوراق ديال هذا الماتش هذا الا فين كملات فهاد السنوبول ديالها وكملات زعما بقات كدير لي كيل بالطريقه وخدات واحد لي زيتام في واحد الوقيته ايرلي شويه غتقدر تقلب الموازين ديال الجيم وستارتس جيمين اللي غادي تكون متحكمه في هاد لا جيم هذه واللي تقدر ديرها مي الا فين ما كملاتش وما كانتش اهيد اناف ف بيان سور فور شور غادي يكون تفوق الاوراكل اي سبورتس في هذا الكومبيت رايس نشوف جرنا كيدخل على هذا الفولي بير كيستعمل الالتيميت ديالو هذاك النار ولكن الالتيميت حتى من طرف هذا الفولي بير كيستعمل الاي ديالو باش ياخذ صام شيلد ولكن كاين الفلاش والفلاش كاين من طرف هذاك النار واش تكون الله اوت هذاك المن ولكن كاين العطا من طرف هذا الفولي بير اللي كيقدر يقدر فيتيس ديالو واه فيتيس اللي دماغو كيفريزي شويه كيفريزي شويه واخا وحتى كنشوفوا الباور ديال هذا الفولي بير هذا السيستين والالي دوش عليه قلت لك ان النار غادي يقدر يبوليه مي كيبقى فولي بير واحد الشامب اللي ها تشوكيل ولا تريديتي معاه تريد وطولتي معاه فيه كيتزاد ليه سيستين بالدبليو ديالو زائد الشيلد والهاي دامج وبالاي بي ريشيو اللي كيقدموا واللي كيديروا بالاو ديالو هنا كنشوف واحد تري في تو في البوت لين وواحد تايب اللي كيحاول يتفورس هنايا ما فهمتوش من عند ترندل وما غادي يترا والو بيان سور ما اي حاجه كتخطر تما كانت غتكون متابعه الانت والتيميت هذا الميدينرز اللي تم خاد من طرف فلاديمير وش معايا يون كيدخل يدخل بالاي ديالو طوم دو شي جيبها لا ما كتفوقش فيها وغادي يفكر انه يرجع بالاي فور شور انا واحد الخطا كان عند فلاديمير ما كانش عليه يدير البول ديالو كان عليه يحاول يبلوكي الالتيميت ديال يوني عاد من بعد يدير البول ويحط عليه الماكسيموم ديال الدامج ولكن ماشي مشكل كيدوز سلامات هذا السكيرميش هذا في الميد لين هذا ان في ان ما بين يوني او ساي في الميد لين اللي ما كيطرا فيه والو كيتكلاكاو الالتيميت ديال لي دو ميد لينر هنايا وبجوجهم عندهم تقريبا نفس الاماونت ديال الدم و كونت هنا اللي كتحضر على فلاديمير شارجي الدبليو ديالو كاين ستان ولكن فول حاضر من طرف هذا فلاديمير ولكن مازال كاين دامج ما عندوش طمبوريز كبيرة وفور شور كي غادي ياخذوها ديكو كنت سناو واحد اون سكوند كان يقدر يجيه الامباور كيو ديالو ويسستيني واحد الماكس ديال لاش بي مي انلاكي كان تعطل شويه وما ما كفاش الوقت والسكيرميش عاوتاني حتى الان اللي كيتلونس هنا في البيت توب لين وفيوري اللي كيدي ريفانج ديالو على هاد على هاد فوليفير هذا واخا قبل هو اللي تريكر السكيرميش هو اللي بدا الفايت وكان مات ما تسرطاتش ليه بيان سيغ وعاود رجع وعاود قتلو مي لا فوت اللي دار هنا ديس فيتيس هو انه فايتشا مع غنار وقبل الفايت ديالو بواحد المينيون واحد المينيون ويف اللي هيوج 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 بزاف اللي درت ليه موست اوف دامج اللي خلاتو يموت هنايا بالميني غنار من وراء ما سال ليه التحول ديال ميغا غنار يا كان واحد 1 في 1 في الاول مشى لصالح فوليبير ولكن غنار ما كيتفاكش قال له انا مازال غادي ندومينتي هاد لينا داو جاب الكيل ديالو 1 في 1 على هاد فوليبير جيجي والبلايد هنا كان غادي يرجع شويه من بعد ما خذا فوليبير داك الكيل ولكن ما قدرش يدير بشي حاجه كبيره سو نافيكو كيتقدم في البوت لاين بغي يشوفوا انا درغانك ولكن كاينه الفيجن في تريباش دريك بقالو دقيقه ونص
ما يبغى دي حاجه دريك فاتو دقيقه ونص نعاودو نفكروا انا دريك الاول كانت سيكيورا من عند الجانكر ديال ستارتست جيمينغ اللي هو واحد كلاود دريك ودابا غادي يكون عندنا غادي يدخل على ديوني كرما كيتواجد وما بيكون هادشي سكال ماتش قلب كيتحط من طرف هاد تانتو واكين التيميت حاط من طرف هاد فين كاين اوت اتاكس كيقلب على شي حاجه ديال البروم كاين فلاس اوت من طرف هاد الاخر واكين حتى من طرف خطير كيتحط باي على هاد تانتو كيلو وكيقدر فيك وكياخذ الباسيف كيتلمس الكاركتر ديال ترانجل كيقلب عليها بالالتيميت ديالها كاين الدمج سير على واش يقدر يدير ولكن نو واي اوراك يقدروا انهم يرجعوا الى بلي الامان without هو another kill ولا another lose so كيمشي كل واحد على ترانزل اللي كيموت ولا كاين في توب لين واحد 1 في 1 1 1 1 كيعاود كنار كيعاود يقتل هاد فولي بير هذا كيعاود يقول لي شكون اللي حكم هاد لين نهضروا واحد شويه على الفرق ديال الفارم اللي كاين ما بين لي دو زيكيب هنايا عندنا التفوق ديال الفارم كبير من عند الفريق ستارتست جيمينغ على اوراكل اي سبورتس من غير لا دي سي اللي فوتت بواحد 30 ديال الفارم 72 108 في البوت لين 60 سي اس 78 في الميد لين 61 سي اس 52 في لاجانك و 87 88 سي اس 54 في هاد التوب لين هادي يعني كنشوفوا واحد الفارم كيكون ديزيكيليبري في واحد لين ايكيليبري في واحد لين اللي كيخلي لنا الجيم بالانسد من واحد الناحيه 9-7 ديال اللي كاين باي فار لحد الان و ايكار ديال ايكار ديال الجولد اللي ماشي كبير بزاف اللي هو 2000 ما بين اوراكل اي سبورتس و ستاردست جيمنج كما كنشوفوا الجراف ديال الجولد هنايا كان في الاول صالح ستاردست جيمنج من بعد كيعاود يرجع لاوراكل اي سبورتس ودابا كيعاود يرجع لستاردست جيمنج وهذا الشيء كامل اللي كيوقع لحد الان ماشي في الصالح ديال اوراكل اي سبورتس بحيث ان الجيم محركه بزاف كيعطيو بزاف ديال لي كيل فين اللي ثلاثه شاد ديال لي كيل نار ليلا في ديال السولو غادي مركز على الفلاش ديالو ولكن غادي ياخذ واحد شويه ديال هيلينغ اي ثينك بس كاين او يس غادي ياخذ هيلينغ وكاين واحد دوج زوين على الفيوري كيو اللي استعملها وهنايا غادي يكون واحد كولابس وكاين التيميت اللي غادي يتجمعوا من بعد ما تحط الهيراد في الميد لاين alright yes فيقول يحاول يحط الايراد اسرع اس بوسيبل باش ياخذ بيه البليتس ديال التاور بحقاش مع دقيقه 14 كدوز ما كيبقاو كيمشيو البليتس ديال التاور خاصك تحاول اذا كان عندك ايراد تحاول تبلاصيه قبل وواحد شنو سميتو واحد تريك بالنسبه للناس اللي كيلعبوا الجانجلر وما كيعرفوش فين يحطوا الايراد ديالهم كيكونوا مضرين حاول تحطوا في التاور اللي فيها بلاس بليتس يعني بانت لك واحد التاور فيها جوج ديال البليتس اصلا نهضروا على الايراد كيدي جوج ديال البليتس الا بان لك شي تاور فيها جوج ديال البليتس الا حطيتي التاور الا حطيتي ايراد كمشيتي كيطيح ديك لاتور وكتاخذ الفيرس كتاخذ الجول ديال الفيرس تاور نيشان اما الا بانت لك زعما تلفتي فين تحط الايراد ديالك غتحطو التاور اللي عندهم بليتس اوف كورس في بيك داون طرف فين غادي يقدر يجيب هاد جينكس اللي بقات سولو في اللين بروم ديجا كان كيروميس وما قدرش انه يدير شي حاجه واخا استعمل الصمز ديالو بجوج ولكن الدامج والموفين سبيد اللي كتعطيها حتى كارما والدامج ديال الفين صعيب انه يدير شي حاجه سونيا غادي يكون واحد الفايت في توب لين ما بين هاد يون والفوليبيت يون والتيبي تيبي يجيب هو فيقول لي هاز ليف ذا جيم هنايا واحد ديال الكوز ولا لا كنشوفو فيقول لي مشى افك هنايا من ورا ما ان التيم ديالو ربحات ما عجبوش الحال كيديو لا كيل بلا بي هو يفكر قال اجي راج كيتي انا ما بغيتش نلعب هاد لا جيم هادي والجيم جو بونس لي غادي تبوزا غتبوز هنايا من عند ستاردست جيمينغ من ورا ما او سيك بوي سيك بوي فينك سيك بوي واش انت وادك انا وادك السلام عليكم السلام عليكم اخويا سيك بوي كنشوفوا لحد الان لا جيم اللي غدا لصالح غدا صالح الستاردست جيمين ورا ما انني كنت كنتوقع قبل ان اوراك اي سبورتس هي اللي تكون عندها زعما لافونتاج في هاد لا جيم هادي مي كانوا بزاف ديال البرواكتيف بليز مع ستاردست جيمينغ تريغراو بزاف ديال السكيرميش تريغراو بزاف ديال لي فايت كانوا لاعبين اغرو من الاول هادشي اللي بيان سور عارفين انه غيخدم لصالح ديالهم فين عند 4 ديال لي كيل ديجا عندها كراكن سلير ديالها وغدا فور ذا سيكند ايتم ديالها جينكس هي عندها كراكن سلير
غير مي فين 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 الا مشات على واحد ثلاثه ديال الزيتام من هنا الميد جيم ولا الليت جيم فغادي يكون نقدر نقول لك ان ترندل ولا فوليبير غيكون عندهم نفس الطونكينس ديال جينكس اربعه ولا خمسه ديال الزطو اتاك يكونوا كافيين انهم يطيحوا اي طونك كيف ما كان ما كيبقاش ينفع لارمور ضد داك الشامبيون هذاك بيسكو كيضرب الترو دامج وحنا كنشوفوا دابا واحد العمليه منظمه فوالا واحد الايراد اللي كتلعب وتحد ما كتسوق ليه حقاش عندنا عمليه منظمه على هذا اليوم هذا ما بين فلاديمير وترند الترند اللي كيبقى مخبي فريمون بعيد بزاف ما عرفتش شنو كيدور في الفاز ديال الترند هذا بقى فريمون بعيد هناك فيا يقول لك اسحب ليه كاين ان في ان ما بين فلا روين يعني اذا فهمتي الترند ما عرفش ان فيغو ولا شنو يا كرار مازال 1 في 1 مع فوليبيرو مسوقينش كاع شي فايت عاوتاني في الطوبين اوكي هنا غادي تبقى صالح سترداس ولكن فلاديمير كيرد الاتش بي ديالو بالكيو ديالو هنا كان كيتقدم كيدخل الاوتو اتاك ديالو اللي كيديروا دامج قوي كاين هنا الاوتيما ديالو على هاد ترانزيستور ديال فلاش اوت بيهايند وولز لكن واحد تشيس من طرف غنار على هاد فلاديمير وكاين تشيس من طرف هاد فيغو ولكن كاين قلب سكار اللي كيتحط على هاد فيغو وما كيقدرش يكمل جيجو البيت ميبي يشوفوا هاد الشيء هيرا والله كنشوفوا واحد فايت في البوتين بوتلين تمشي ضحية ديالو هاد البوتلين اللي كيمشي صالح تيبي 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 من عند جنار تيبي لا ماشي من عند جنار تيبي اللي من عند يوم هنا غادي يحاول يدي شي كيل على هاد جينكس هادي وياخذ عليها كيل من ورا ما قتلت فين ديالو تمكن انه يدي كيل وغيبغي يقتل حتى بروم ولكن بروم غادي يلود بالفيرار غادي يكون عنده اسي ديالو لا ما غاديش يقدر جونس ال 13 ما غاديش يجيبو باقي يقدر يون يجيب هاد بروم هذا الا ما هيتش فيه كيو لا غادي يتراجع عرف راسو غير غادي يضيع الوقت وغادي يبقى تابعو الفلاجاك ديالو يقدر يخرج ليه واحد الترند اللي تنيت كان تما مساعد انه يعاون بروم ديالو نشوفوا هاد الريبلاي هذا في الفايت اللي ما شفناش في البوت لين انجيج من عند بروم نيشان على على لا دي سي كنقتلوه هاد كارما هادي حتى هي الشيلد اللي كتبروكا من عند غارديان اللي كيعاون جينكس انها تبقى حيه لو طون فين انها دي دبل كيل ديالها قبل ما يجي يوني تيبي ديالو باش تيكيل على جينكس ما يخليهاش تيكيل غير هكاك زعما دي دبل كيل غير هكاك تقدر خاصها حتى هي تموت ربعت لي كيل دابا عند بروم جيسبيغ ان بروم بداك الارمور ديالو اللي غياخذ دوك السيبورتيف ايتمز يقدر يدير الفرق في تيم فايت يقدر نشوفوا شي التيميت اللي كيقدر يوان شوطي ثلاثه ديال الناس الا ما كانش هكا ففريمون غيكون تبدير ديال الفلوس من عند اوراك اي سبورتس حقاش ربعت لي كيل راه فريمون بزاف اخويا اي بي فور يو امالك على هذا الشيء اي بي فور يو كنت غنسولي لعب جينكس ربعت لي كيل جو بونس هاد ربعت لي كيل يقدروا يديروا الفرق خاصكم كون كانوا ربعت لي كيل فوقي على جينكس دابا وكان عندها سبعه ديال لي كيل كانت غتكون جيم واحده اخرى نقدر نقول لك ان الجيم سالات فهاد الدقيقه هادي بالضبط ولكن لحد الان التفوق كيبقى ستاردوس جيمنج 14 لي كيل تسعود توفر 32000 ديال الجولد يعني نقدروا نقولوا واحد العمليه حسابيه سريعه 4000 ديال الجولد ديكار تور وحده ديكار وجوج ديال لي دريك لحد الان لصالح ستاردوس جيمنج ودريك تشارت اللي كيسباوني في هذه الاثناء هذه واش غادي يبغيو يفايتيو على هاد السول بوينتس رغم ان ستاردوس جيمنج عندهم لافونتاج في جميع لي ستاد ديال هاد لاكيمي هادي يعني لو فيت ان اوراك اي سبورتس غيبغيو يتريكريو ولا يفايتيو على هاد السول بوينتس غيكون ايج بالنسبه ليهم حقاش امبوسيبل يربحو هاد السول بوينتس ولا كيتواجدو في التوب لين مسمعليش نضمن لكم شي حركه ولكن يون كيدخل على هاد فلاديمير كيكون 1 في 1 ديالهم ولكن كاين دامج فور شور 1 في 1 يون وفلاديمير لفلاديمير اللي حاول انه يستونفي داك الهرب ما يخليش يفوشي ولكن يون حتى هو ما نفعش ماد ماخدا اونتي هيل ديالو ايموتال سيلفو غادي تخليه يدير بزاف ديال الامباكت على هاد فلاديمير يقدر يجيب 1 في 1 فور شور نجيبو البلاد هنا انا كيل اللي كيمشي لصالح كارما غادي ناخذو على تراند من بعد ما كان واحد الكره بسيه وبيكو ولكن هنا كاين واحد الفايت وهي زين كتستعمل الكيو ديالها ونايس فلاش للبي نايس هذا اللي كيستعملها على الجيكس وكيقدر انه يستني في التاور ديالو ولكن هنا تشيس حاضر على برو برو غادي يحاول يسكيتو ولكن موال غادي يقدر يهرب دابا ستاردوس جيمنج ستاردوس جيمنج الجيم فيد ديالهم هاد لي موف هادو اللي كيديروا دابا في الميد لين ما عندهم حتى معنى يقدروا يخليو فرصه اكبر لاوراك اي سبورتس انهم يرجعوا شويه بشويه في لاكيم ستاردوس جيمنج دابا اللي غالبا خاصهم يفكروا على انهم يساريو لاكيم باسرع طريقه عندنا لاشور اللي غيطلع من هنا 50 ثانيه عندنا دريك الرابع او السول اللي هو الموشن السول اللي غيطلع من دابا شويه يعني اي فايت من خارج هذا النطاق هذا ديال هاد لي دو زوبجيكتيف هادو ما خاصوش يتريكرا وما خصناش نقويو عليه الا بغينا نساريو لاكيم بلا مشاكل وفي اقرب وقت ممكن هاد الاغلاط اللي باغيين كنشوفوهم من عند هاد لي تيم في هاد الوقيته هادي اللي ما كيديروهمش بحال اللي مثلا الدبائر كانوا هنا في هاد الجيم هادي شويه مشات الاوراك اي سبورتس في واحد ما بين دقيقه
7 ودقيقة 10 ومن بعد كيعاود يرجع للدومينيشن من عند ستاردست جيمينغ والجراف تصاعدي اكسبونونسيال طالع من عند ستاردست جيمينغ. هادشي وكنا كنهضروا على انهم خصهم يزيدوا يخدموا هاد الجولد ديفرنس انهم يكلوزيو بها الجيم في اسرع طريقة ماشي يبقاو تشيسين لي فايش او تريغريو دي فايت اللي ما غيجيبو لهم حتى شي اوبجيكتيف وما عندهم حتى شي نفع عليهم. عندنا دابا واحد تي دو في الميد لين اللي حتى هي غتكون بريور بريوريتيزي على انه خصنا نديوها دابا الا ما قدرناش نديوها اون موان كوش كيتسبوطا وكيتكون واحد الكاتش عليه هنايا فلاديمير كيتسقل ولكن احد عن طرف هاد الجيمفين اللي تحت عليها واحد الاكزوست شوف عليها واحد فوكس كبير على هاد الفين اللي كيكون اول ضحيه في هاد التيم فايت. مازال كاين واحد تشيس خطير ولكن واحد الفايت في البوتين ما بين غنار وفوليفير شكون اللي غادي يدير فوليفير 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 كيحاول كيخدم الشيل ديالو هادشي اللي كنت كندوي عليه اخويا ستيك بوي باقي كنهضر باقي كنهضر قالوا لي ستاردست جيمينغ عاود الراس حنا بغينا نخسروا هاد لا جيم ما كان عندهم علاش فايتي تما علاش غتفايتي تما حدا رابترز علاش انت عندك اهيد عندك 6000 جولد اهيد عندك ناشور اللي هو لوبجيكتيف اللي خاصك تديرو فيه الشيل كيقول لك حاول يدير شي حاجه غادي يدخل في وسط اربعه ديال الناس ولكن كاين دمج بزاف شاف دونك غتاخد هاد الجينكس على هاد فيكو وانذر وان غادي يموت اللي واغنر اللي حاول انه تيم ستاردست جيمينغ ساترول صراحة في هذه اللحظة هذه ترولو في الشاد يلاه كندوي عليها كندوي على انه ما خاصهم اي تريغريو حتى شي فايت حتى شي بلاصة في لامار عندهم ناش عندهم من وراه دريك هادو هما اللي لي زوبجيكتيف اللي خاصهم يخدموا عليهم فيزيون يمشيو ديب شوية في لاجان كيحطوا فيزيون اون جروب يبوشيو ميد ويعاود يرجعوا للناش ماشي تفايتي حدا رابتورز تفايتي حدا رابتورز ومخلي جيكس في واحد سبوت اللي حتى واحد ما يقدر يوصل ليها هذا مشكل كبير وكيدفعوا الثمن ديالو دابا غاليا. لا جيم دابا كامله تقلبات راسا على عقب الجولد لي كارت ديال الجولد تخلص 1000 جولد. جينكس خدات مور كيلز عندها 7 ديال لي كيل دابا عندها 3 ديال لي زيتام الاي ديالها كراكن سلاير والفونتوم دانسر 3 ديال لي زيتام يعني عندها تفوق دابا ما بين لي زيد لي دو زاد دي سي كتاخذ دابا ريد ونقدر نقول لك ان سيك بوي هذه هي البدايه ديال كما العاده انايا كاين واحد كلاس على هذا فوليبي فوليبي راه كيحاول انه فقط اي تومبريز شويه ويسمي شي التيميت ولكن هي حادثة ما تيقدر كاع يدير شي حاجه ستادوس جيمين يقدروا يجيب واحد كيل ولكن ميت تصور غير تمشي لهم فور شور كاين البارون كاين هي جيك كتاخذ فاز ديالها دي صام صحيح او ماي جاد هنا فيقول كيبقى عليه الالتيميت ديال فلاديمير شفتو كيف انايا ولكن نو وان غادي يقدر يسرفايفي مان جو مان جو مان جو مان جو كيقول سير اخويا يوني جو بحالاتك انا اللي دابا فهمت جينكس فريمون في دار لا جيم الا حتى واحد ما وصل جينكس it will be so hard على ستاردست جيمينغ انهم يربحوا هاد لا جيم هادي انتو وكيستاهلوا يخسروا انا بيرسونيل ممكن نقول اللي خسروا كيستاهلوا يخسروا هاد زعما ما عندهم لا شي بقى فيهم الحال كيستاهلوا يخسروا هاد لا جيم هادي بيسكو من ورا ما عندك هيوج ادفانتج كتجي وكتروي بحال هكا فور ناثين تريك دابا اللي غيطلع ستاردست جيمينغ عندهم سول بوينتس يقدر هاد السول هو يكون هو داك البصيص ديال الامل اللي عند ستاردست جيمينغ باش يرجعوا في هاد لا جيم هادي ويعاودوا يتحكموا في زمام الامور حيتاش غادي ينفعهم بزاف الموشن دريك والموشن سول من احسن لي سول في هاد الجو هذا. اما الى اوراك تمكنوا انهم يدينايو هاد السول هذا فغادي نقدر نقول لك انهم خاصهم يزربوا لو ماكسيموم بوسيبل في هاد 5 دقائق اللي جايين باش يساليو لا جيم حيتاش غتكون هذيك هي الفرصه ديالهم فين يكلوزيو لا جيم ويقلبوا الموازين ديال المباراه وفور ذا فيرست تايم من 5 دقائق اوراكل اي سبورتس كيعاودوا يرجعوا لي كارت جولد الصالح ديالهم والجراف كيتقلب تماما الى سال هذا التريك هذا غادي نحضروا نشوفوا ناخذ نظره على هاد الجراف هذا ديال الجولد انا يراك واحد الفايس وديك واحد كولابس على الكارما كان غير توسطه وديك اول ضحيه ولكن غنار غادي يدخل غادي يقلب على شي فوكس على هذا الجينكس ولكن الجينكس عندها الباسيف ديالها كبير عندها قوي ديال الدمج مع طرف هذا الجينكس هذا اللي عندها الباسيف قوي وما يقدرش واحد يوصل ليها هنايا اللي ما غاديش يقدروا يديروا شي حاجه كبيره هذا لاتين وكوره غادي توجه فور شور وانا مازال الفايس حاضر فيكور كيبقى واو يون غادي يدخل معاه يون بالاي ديالو كاين دامج كاين كيو باش تكون شي حاجه كبيره ولكن نو واي ترانت وبرونك بالسيس ديالهم وبالدامج قدروا يجيبوا 1 فور 1 في هاد السكيمتش الصغيور ايش ميز نوتين قاعد الفايت اللي كيوقعوا دابا ستاردست جيمينغ ضيعوا الجيم ما بين يديهم رابحين في الجولد عندهم بزاف ديال لي دريك كانوا رابحين في ليكيل عندهم بزاف ديال لي دريك مي خسروا هاد لا جيم نقدر نقول لك من دابا مخسوره الا شفنا شي
ترو تو عالمي من عند اوراك اسبورتس. حتى اوراك اسبورتس عندهم خدمه واحده هي انهم يحاولوا يكوشيو ديك التي دو في البوت لين ولا التي دو في التوب لين بدون ما يتسناو على ان الناش اسباوني وباش يكروسيو هاد لا جيم في اقرب وقت ممكن. هادشي كامل كندوي في ليديال من غير لا ستاردست جيمنج عاوتاني داروا الهوايه المفضله ديالهم وهو الانت. اوراي شفنا الريبلاي اللي غادي يبقى في هاد الجيم هادي. شوفوا هنايا الكارما اللي كانت تميس بوزيسيونات قنار حاول يوصل لعند جينكس ولكن جينكس كان عنده واحد الباسيف اللي ما خلاهاش كاع تحرك زعما ما قدرش واحد يوصل ليها تحركات بطريقه فري. وهنا كان واحد يا كان كيل على فلاديمير وبالاعتماد ديال فيغو تحول وان مور تايم وكيدخل وكيبقى واحد 2 في 2 غادي يمشي فيها ضحيه فيغو وغادي يمشي ضحيه الثانيه اللي هو ترانزيت صويا غادي يقدر يرجع بيان سير بالايديالو فور شور. و جي جي مشات ليا كونيكسيون وقع لي انا عطرت شي حليت انا كناخذ حقي من الاعطار التقنيه اش وقع اخويا السيكبو يعطيني واحد الريكاب صغير فقط كان واحد الريبلاي شفنا فيه لاست فايت ناتين اوكي ناتين الشيء اللي كنت كنهضر عليه قبل كنت كنقول ان ستاردست جيمنج اوراك اي سبورتس الجيم دابا في يديهم الا لا ضيعوها بشي ترو عالمي بحال ديال ستاردست جيمنج. داك انهم دابا خدمه وحده اللي تقال مخصم ياخذوا لي تي 2 اللي كاينين في البوت اوف توب لين باش يتسناو ويحاولوا تنبوليزي واحد شويه الوقت بيد ما بوبا ناشور يديروه ويساليو هاد لا جيم هادي من غير الى انت دابا حتى هنا بيغو 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 واش كيدير بيغو كيعرفهم كاينين تما كيحاول غير هادشي كيفاش يدوي عليه يغن عليه في قدامات وكاين الالتيم طرف هاد البوليدر اللي دخل والالتيم سنايب طرف هاد جينكس اللي خدا يقدر يجيب كيل ديالو على كارما. شوف معايا هنايا فيغو اللي كيبقى في الوراء ومعاهم غنار في غنار كيحاول يتلانكي ولكن فيغو غادي يستعمل الالتيم ديالو باش يهرب كاين القالب كاين دبليو ولكن هذه السبوت غادي يبقى لها تسماك ما غاديش يقدر يتحرك كاين واحد البلوك هنا كنشوف ليني ليني بلي غادي يمشي فهاد البوت لين هادي غادي يحبسو دابا اون فورماسيون ديال 0-1-4 باش يحبسو داك البوش ديال كنار. ليني بلي غادي يطيح هنايا بيان سور غادي يتمالتا من عند هاد الفور ممبرز ديال اوراك اي سبورتس نقدرو ميم كيو داكين المساعده ديال الفيلار او القالب ديال ترندر كيمشي لاتور هنايا خاصنا نفوكسو ليني جينكس اخويا رجع فوكسي ليني بلا يرضي عليك بلا يوقع عليك داكشي اللي وقع في ستاردست جيمنج من ورا ما كانوا عندهم الدراري كان عندهم نقدرو الريجيش تقدر تعطينا البرو تقدر تعطينا واحد البرو شنو سميتو الجراف ديال الجولد باش نشوفو كاملين كيفاش انقلبت الاوضاع او الموازين ديال الاوضاع في هاد لا جيم هادي كيفاش كان اوراك اي سبورتس فريمون بيهايند 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 بزاف ودابا كيفاش رجعوا هما اللي متحكمين في هاد لا جيم هادي. فوالا غادي نشوفو شي كان واحد الجولد شويه كان عند ستاردست جيمنج من بعد تمشي اوراك اي سبورتس من بعد شي الاماونت الجبل هذاك جبال من الجولد اللي كانوا عند ستاردست جيمنج ومن بعد كتقلب لهم كلشي على راسهم. دابا كيبداو شنو سميتو الناشور ديسبيريت موف كيحاولوا يفليبيو لا جيم. كنقول ان الى اوراك اي سبورتس اونتاجو على هذا الناش هذا كيفلاشو كيستيري نايس سين طرف ترانزل وهنا شنو غادي يصدر ديال ستاردست الانت غادي يزيد يكسر يكسر من بعد هذا السيل هذا اللي وقع. يا سلام على اوراك يا سلام على الجبل هذا اللي تحرك بواحد الطريقه واعره من عند ترندل اللي غادي يدخل بواحد الاويك موف غيدخل غادي فلاشي وغيسمايتشي غادي يسيلي هذا النش هذا وكيزيد ينقص من حدود ديال ستاردست جيمنج فين رجعوا هاد لا جيم هادي اللي ضيعوها بيديهم. ولحد الان دابا متوجهين مع شكل تقول ديري تما اوراك سبورت داخلين كيدوروا في لاجاكي باكي واخوتي وسيروا سيجي وديك التور تي 3 في الميد لين وصيفطوا كنار التوب لين باش تسيروا لا جيم بطريقه كوريكت او ما يطراش ليكم ما طراش. دابا ستاردست جيمنج ولاو عبره حيت انهم كانت في يديو بلا جيم بواحد 8000 جولد ديكار ودابا نتختل فيه زعما اون غوتار 3000 جولد ديكار. لحد الان ستاردست جيمنج كيحاولوا يديو هاد الدريك هذا باش ما يخليوش يوني اللي كيشقال عليه جينكس ولكن باكن اللي تقدم كيحط الكول ديالو وبالالتيميت ولكن شنو غادي يكون يخدم جينكس اللي كتموت الالتيميت من طرف هذا الكنار اللي كيكون اول ضحيه ديال هذا جينكس شاطا وانا يا فرون يحاول يهرب في الفاج ديالو كاين يوم كيستمع كي ديالو باش يهرب ولكن شي كيهرب ميا اوكي هنا يا عسي السير ويوم غادي يرجع للكي ديالو غادي يتلقى مع البلاد باش غادي يقدر يقتل هذا
نقدر نقول لك ام في بي ام في بي ام في بي ديال هاد الفايت هذه ام في بي ديال هاد الفايت هذه هو دريك دريك اللي قتل فين حتى واحد ما قدر يقتل فين فين بقات في دي بي اس ايت واز ا جود فايت اللي تريغرات هنا مع ستاردست جيمنج مورا مايوني كاتشا جينكس بالالتيميت ديالو غادي من بعد غادي ترانسفورما غنار وين تحس زوين تزدحها مع الحيط بالالتيميت ديالو هنا فوالا هنا نشوفوا رجعنا للبارون ستيل ستاردست جيمنج حاولوا دغيا يسنيكي واد النش هذا ويدوب اسرع وقت ممكن ولكن تريندر كيجي كيعتق الموقف مي كتنقلب عاوتاني الاوضاع في الجدير دريك حقاش ستاردست جيمنج كي سيكيوري واد السول هذا والسول ماشي السول من احسن لي سول اللي كاينين في الجست ستاتستيك مو بارلو غادي نهضروا على هذه النقطه هذه عندنا 89% بالنسبه للناس اللي كياخذوا المونشن سول كيكون عندهم حظوظ انهم يربحوا الجيم كيجي من وراه مباشره ب 88% الاوشن سول من وراه الفاير او الانفيرنال سول واخيرا الكلاود سول يعني دابا نقدروا نقولوا ان ستاتست جيمنج الحظوظ ديالو باش تربح لا جيم كيرتفعوا 88% رغم ان كاين واحد 1000 جولد ديكار جينكس هي غتخبط الريطار في لي زيتام عندها 3 ديال لي زيتام مي جينكس بيان سور ما كتكونش واقفه عندها دابا 4 ديال لي زيتام فلاش ديالها اب يعني غتكون هارد تو جيت في الفارت لي فايت الجايين لي فايت الجايه غتكون هي الفايت الحاسمه اللي غادي يربحها غادي يسالي هاد لا جيم خصنا نترقبوا ونشوفوا كاملين شنو غادي يوقع في هاد لا جيم هادي سعيد ان جينكس كملت البيلد ديالها ومشات على الانج غارديان او الغارديان انجل هادشي علاش غادي يكون الكيل ديالها والاسيسينيشن ديالها صعيبه 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 بزاف واش فين فين غتقدر دير الخدمه في هاد الفايت وتميلتي لي دو فرونت لاين ولا تروا فرونت لاين ديال اوراك اسبورتس ولا جينكس غادي تقدر تكليني الفايت كامله هادشي الا ما تشداتش هادشي كامل ستشاهدونه قليلا او بعد لحظات على جينكس حاول اكس كي بي عندها بزاف ديال الدمج جوني كيستعمل السبورت ديالو باش يهرب جي فين كتحاول انها فين هي كتموت جينكس وكان هكا ديال الانجر كتصدر على تعيش والمونتاي فين كتجي من الطرف هذا فولي كتخلف كاين دمج ونيور كيحاول يخرج من ورا يخرج شي حاجه ورا كتوجه على هاد الكنار هذا اللي كيقدر يكونفرج بزاف قد شي فايت هذا ما كيقدرش يقتلوه او ماي جاد ولكن ما يقدروش It's over for Stardust Gaming. مي فهاد الفايت هادي قدروا انهم ياخذوا الغارديان انجل ديال جينكس قدروا ياخذوا الفلاش ديال جينكس يعني الى ستاردست جيمنج بيوني او كارما قدروا ايتونفوريزيو هاد البوش هذا وما خلوهمش انديو الفايت الجايه غتكون فور شور لصالح ستاردست جيمنج شاد الجيم هذا اخويا سيك بوي كنشوفوا انقلاب الاوضاع وانقلابات عسكريه في كل مكان ستاردست جيمنج اللي كيكونوا متحكمين في لا جيم شويه اوراك اي سبورت شويه كترجع ستاردست جيمنج شويه اوراك اي سبورت بقينا فاهمين والو يوني اللي كيلعب بالنار في اللحظات هادي خاصك غير تومبوريزي لي مومبر كاملين ديال ستاردست جيمنج كيرجعوا دابا ويوني باقي مكمل ومصر على انه يكمل في التشيس ديالو نو فلاش على جينكس نو غارديان انجل هادشي غادي يكون عليه امباكت خيب 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 بزاف على تيم فايت ديال اوراك اي سبورتس بلي تيم فايت جايين او تي بي ديال كنار هنا اللي كيجي كاونتاج على ديسبيتاس فور شور هنايا ديسبيتاس غادي يكون اول ضحيه واليوم غادي ياخذ الكير على هاد فوليبير هنا مازال كاين تشيس من طرف هاد فيغو اللي كنشوفوه كيتوجه وسط الادغال ديال هاد اوراك ولكن اوراك ديجا التيمات ديالهم اللي كيقدروا انهم يقدروا بصراحه العباره ديالنا باللغه الدارجه ديالنا نقولوا ان اوراك اسبورتس طلع معاهم الصهد ديال داكشي اللي كانوا دايروا داك التخربيق كامل اللي داروا واحد شويه نقول الدراري خصنا نجمعوا راسنا وهادشي اللي غادي نفيه دابا جمعوا راسهم تبارك الله وهما ولاو كيقراو مزيان وغادي نختامين مزيان في هاد لا جيم هادي كيحاولوا عارفين دابا شنو الوين كونديشن ديالهم في التيم فايت كان كلشي كتحط على جينكس كلشي كيفوكسي جينكس خاص غير فين تبقى شنو سميتو تبقى سيف سبوت فين تقدر دير الدامج ديالها وغادي يربحوا كاع لي تيم فايت اللي جايين فكاع لي استراتيجيين بالنسبه لستاردست جيمين دابا لحد الان عندنا ناشور اللي غيطلع دابا نقدر نقول لك دابا فور شور نسيني لك على انه لي تيم فايت من هنا لقدام غادي يكونوا اكزيكيوراو من عند ستاردست جيمين الى تيكزيكيوتاو بنفس الطريقه ديال لي فايت اللي فاتوا و جينكس از جينكس دابا فريمون في باد سبوت بنو فلاش نو غارديان غارديان انجل و يلا عندها هيل ديالها جو بونس با غادي يقدر يعتق صو هنايا برا ما يبقاوش بزاف
غادي نشوفوا ذا بيك بلاي ذا بيك تيم فايت اللي غادي يكون وغادي يحتم لينا المصير ديال هذه المباراه. اورايت غادي نشوفوا هنا واحد الوان فيون اللي كيبدا ما بين هذاك النار اللي كيدخل على جيكس هذا كيدخل بالاجماع ديالو كبير ولكن خاصني نقول لك اللي كتجي من ورا جيكس اللي كتهرب كتقدر تريغري الهايب ديالو جيكس اللي كتهرب جيكس الاجماع ديالها فين غادي يجي غادي يجي في الكارما كاين ديك دامج فين غادي تسقط عليها غادي يكون بيك فوكس عليها غادي تموت ولكن ذير نو واي جيكس مازال ما كتموت عندها الفيل عندها الكايس عندها بزاف ديال الدامج هاد الجينكس هادي خطيره والتيمات ديالها اللي كيخليوهاش كاع تموت بزاف ديال البيلينغ جميل جدا تيم اوراكل. فهمتي ذا ورست ثينغ اللي كانت تقدر توقع هنايا بالنسبه لستاردوست جيمنج هو ان جينكس هرب ليهم بان اش بي وتباك وتكايتي حتى قتل ثلاثه ديال لي مونبر كون مات جينكس تما كانت تقدر تيم فايت تكون فهمتي تيم فايت واحد اخر وتقلب راسا على عقب ولكن ات واز فيري فيري انلاكي فور ذيم. ممكن نشوفوا هنا كارما بالبيك برين موفز كتحاول تحبس الويف اوراكل اي سبورتس باش ما يقدروش اي ان دي وكنظن انها نجحات واحد شويه نوعا ما بحيث انه فييغو غادي يرجع دابا وخاص اوراك اي سبورتس يديروا هذا الناشور هذا وما يقلبوش على الاندينغ. بحال الان كارما دارت الخدمه ديالها في انها حبسات البوش ديال اوراك اي سبورتس ما قدرتش تحبس لهم الناشور. كاين الدر اللي غيطلع عما قريب غنشوفوا فايت اخرى واحد 5 في 5 اخرى اللي غادي تليك حدا الدر ستيل نو فلاش فور جينكس ستيل نو غارديان انجل فور جينكس. واش الفوكس الجاي اللي غيتحط عليها من عند كنار ويوني غادي يكون كافي باش يقتلها ولا غنشوفوا نفس الدراما اللي وقعات في الفايت اللي فاتت ان جينكس هربت في ان اتش بي وقدرت كايتي باك وتقتل 2 اور 3 ما عقلتش بالضبط 3 ممبرز ديال ستاردست جيمنج. الالدر اللي كي معاه كيسبوني كيبدا من عند ستاردست جيمنج واش بغيت ندير غير باش يتريغريو الفايت وي هو راه مستوعب على جينكس جينكس من جينكس وكاين هنايا جنار كيفولويه كاين ستارداس ستارداس غادي تدير بهذا الفنار ولكن كاين دامج خطير الجيكس عندها بزاف ديال الفيلينغ بزاف ديال الدامج عندها موفين سبيد تقدر فيها تضغطات كبيره بزاف ديال الدامج وجيجي والبليت اوراك كياخذ جيجي والبليت اوراك اي سبورتس اللي غادي يستاهل يوض لا كيمات ياس كيبقى ناجي واحد وهو غنار وما يقدرش فور شور يقدر يعتقد الكيمه هذه جيجي والبيت نقدر نقولوا هذه النهايه نتاع النهايه هذه النهايه تاع النهايه ماشي هذه النهايه و سو 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 انلاكي راك شتي الباور ديال جينكس ميم بالالدر الى حتى شي واحد ما قدر يوصل له وحتى شي واحد ما قدر اي حط على دامج اور سي سي ما غاديش يقدروا يربحوا هاد لا جيم غتكون امبوسيبل بالنسبه لهم. ستارتست جيمنج جيجي والبلاي نايس تراي فيري نايس تراي صراحه في الاخر قدموا واحد الاداء اللي زوين بزاف وحاولوا يرجعوا التوسل ولكن اتس نوت انف فيرسس جينكس ديال مانجو والبيل ديال اي بيل فور يو والبيرفورمانس ديال اوراك اي سبورتس كامله. ات واز ا جود جيم ستاردست جيمنج ضيعوا لا جيم بيتيهم في ذاك الفايت حدا الرابتورز فين انقلبت تما كاع الاوضاع مشاو تريكيز فور جينكس داو ناشور ضيعوها بيتيهم. من بعد عجبني انهم حاولوا يرجعوا في لا جيم رجعوا شويه في لا جيم داو السول ربحوا كيلكو تيم فايت بواحد استراتيجي اللي هي واضحه والوحيده اللي تقدر تخليهم انهم يربحوا لا جيم فوكس اول فوكس ولا جو فوكس جينكس. كنشفنا لولشي ديال يونا اللي كتحط عليها لولشي ديال كنار حتى هو اللي كيحاول يتاركيتي جينكس مي غتكون غيكونوا انلاكي انلاكي بزاف حيت جينكس واحد الفايت ديك الفايت اللي قبل الاخرى اللي قبل من الدر غادي تهرب لهم بان اش بي وغاتقايتي باك وتقدر دي تري ممبرز من وراها ناش من وراها واخا ستاردست جيمنج داو الالدر ولكن لا ما قدروش يوصلوا لجينكس. It's unfortunate or it's زعما impossible for them to win the game. جيجي ويل بلايد اوراك اي سبورتس و جيجي ويل بلايد ستاردست جيمنج واخا ضيعتوا لا جيم ضيعتوا لا جيم it was an easy game for you الدراري ولكن ضيعتوها بس جيجي ويل بلايد الصراحة ورا كريزي جيم شفناها كتبدا من هنا كتسالي هنا فايت كيبدا هنايا كيسالي لهي الجولد اللي كان كاين كان داكشي انسونس بيان سور جيم اللي استمتعنا بها شفنا واحد ستاتس اللي بدات واحد اللي مخاطر من بعد واحد اللقطه كانت اوراك خدات واحد شويه الجول من بعد خدات ستاردست ودات واحد الجبل ديال الجول كيف ما قال فينوب ولكن ما قدرش ياس ما قدرش يحافظ ما قدرش يحافظ وضيعت الفايت ضيعت الفايت ضيعوا ماشي ضيعت الفايت ضيعت لا جيم ستاردست جيمنج ضيعوا لا جيم ديالهم في ذاك زعما الفايت حدا الرابتورز اللي ما عنده حتى شي معنى كانوا خاصهم يلعبوا كان عندهم اوبجيكتيف واحد هي انهم اسوريو البوش ميد لين وي وارديو راند ناش ويديروا الناش ولي تريغريو زعما يبداو الناش باش يبيتيو لي مومبر ديال
شنو سميتو اوراكل اي سبورتس مي كيفضلوا انهم هو يدخلوا عندهم في لاجين فايت شاو في واحد سبوت اللي اوراكل اي سبورتس عندهم كاع لافونتاج امبوسيبل توصل لجينكس كاين شنو سميتو لي كولوار مضيقين فين ان البيلر ديال ترندل كيدير في ما كامله ام في بي ويل ديزيرفد من عند مانجو صراحه دابا شوف داك ديما مسكين سيبور مظلوم بروم اي فيل فور يو دار الخدمه وهذه ولكن مانجو كان فريمون هو اللي عليه الخدمه كامله كان الى ماش خسروا اوراك اي سبورتس الى بقى حي غيربحوا اوراك اي سبورتس جاج المانجو قدر يربح هذا البريشر كامله قدر يفوت هذا البريشر كامله ويأسوري الوين التيم ديالو ب 76% كي بارتيسيبيشن جي جي وي بلايد مانجو وغادي نتلاقاو نور واحد لابوست صغيره بزاف باش نحضروا لا تروازيام جيم ديال هذا السواغي هذه اللي غتكون ما بين فوكس جيمين اكاديمي وريفانش اي سبورتس تحت عنوان واش غادي فوكس جيمين اكاديمي غيجيبوا ريفانش لفوكس جيمين مين تيم ونتلاقاو ورا واحد لابوست